يوم جديد ان شاء الله يكون يوم جميل على كل حضراتكم. صباح الفل جميعا واهلا بيكم وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. كالعاده عندنا اخبار كتير هنتكلم مع حضراتكم عنها وكتير من المستجدات كمان، فان شاء الله تجدوا ما يسركم في حال متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. صباح الفل عليكم وصباح الفل عليكم. صباح الجمال وصباح الرزق وصباح كل حاجه حلوه على حضراتكم جميعا، وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. والنهارده الاثنين ولا النهارده ايه؟ النهارده الاثنين. النهارده حتى بالاماره بكره الثلاث. منتصف الاسبوع مع حضراتكم، بدانا امبارح الاسبوع وقلنا يا رب دايما كده يبقى بدايتها خير، وكان معانا اخبار كويسه وبنتكلم على مدير فني جديد وبنتكلم عن بدايه ان شاء الله لموسم يكون انطلاقه وعوده مره اخرى لروح النادي الاهلي اللي احنا نعرفها باذن الله، يبقى حاجه يعني تخلينا كده كجماهير نشعر ان هو ده النادي الاهلي اللي احنا نعرفه. معلش كبوه وعدت، بتحصل كل كام سنه، ما فيش حد بيفضل اون تراك او بيفضل رقم واحد على طول، لازم ده عارف يا كريم الظروف اللي من النوع ده اللي بتحصل هي اللي بتخلي البني ادم او الظرف اللي حاصل ده يرجع، او الشخص او اي حد بيواجه حاجه زي كده يعني يرجع يقف على رجليه احسن من الاول. يعني لازم الدروب ده يحصل علشان تقدر ان انت تعود مره ثانيه للقمه بتاعتك، لكن تستمر على القمه فور ايفر زي ما بيتقال ده مش موجود في العالم ابدا. واتحدى اي حد يجيب لي نادي واحد او لاعب واحد في العالم كله وفي اي رياضه فضل اون تراك على طول رقم واحد. عادي كل ده بيحصل، بس الحمد لله احنا عارفين ان النادي الاهلي لما بيتعثر سرعان ما بيرجع مره ثانيه يقف على رجليه ويقدم كمان مواسم افضل من اللي فاتت بكتير جدا. بالتوفيق لمدربنا الفني الجديد، خلاص هيتم اعلانه بشكل رسمي يا كريم. الناس متفائله جدا، ودي على فكره حاجه حلوه. يعني خليني اقول لك على حاجه، مش كل مدير فني كان اسمه بيرتبط بالنادي الاهلي اول ما بيجي الناس كلها بتبقى عندها اجماع ان هو مدير فني كويس. خليني اقول لحضراتكم لا، كولر من الناس او من الاسماء اللي تم الاجماع عليها وناس متفائله جدا، وده لتفاصيل كتيره هنطلع حضراتكم عنها سواء سمات شخصيه او حاجه ليها علاقه بالاداره الفنيه الخاصه بيه. ف يا مسهل يا مسهل، ده اللي احنا عايزينه كده بالظبط. طيب حلقتنا النهارده كالعاده مقسومه لجزئين، الجزء الاول هنتكلم مع حضراتكم فيه في كل المستجدات المتعلقه بالنادي الاهلي والرياضات المحليه والرياضات العالميه، هنروح معاكم لافرع النادي الاهلي المختلفه ونعرف ايه المستجدات فيها، هنروح معاكم كمان للصحافه الرياضيه، ده كله في الساعه الاولى. الساعه الثانيه عندنا فقرتين حواريتين، الفقره الاولى هنتكلم فيها عن تاهيل اللاعبين نفسيا قبل انطلاق الموسم الجديد مع دكتور وائل الرفاعي استاذ الطب النفسي الرياضي اللي هيشرفنا في الفقره الحواريه الاولى، والحقيقه موضوع في منتهى الاهميه وخصوصا في توقيت زي اللي احنا فيه لما يكون اللعيبه مضغوطين بقالهم فتره طويله جدا نتيجه كل اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا شهور، الاجهاد والبطولات المتلاقه والماتشات اللي ورا بعض والاصابات والحاجات كتير قوي حصلت، فنتج عنها ان ممكن جدا يكون اللعيبه نفسيا مش مستقرين كما ينبغي. دي حاجة لازم تتظبط قبل انطلاق الموسم الجديد وأكيد هتتراعى بطبيعة الحال. دي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية فقرة طبية مع دكتورة إيمان المراكبي اللي هتنورنا النهاردة، وهي أستاذ طب المخ والأعصاب في جامعة عين شمس، وهنتكلم عن موضوع ليه علاقة باضطرابات النوم، الناس اللي عندها مشكلة في النوم، فأعتقد ده موضوع يهم على الأقل شريحة من حضراتكم. صحيح. بص هو الفقرة الأولى كمان أنا عايزة بس أعلق عليها أو عن مدى أهمية هذا الملف، تكلم عن الطب النفسي سواء هنا الطب النفسي الرياضي أو الطب النفسي في العموم للشخص الاعتباري العادي. الطب النفسي بيبقى شق لا يتجزأ من الصحة العامة، لأن ناس كتيرة بتبقى فاكرة أن أنت لما تبقى سليم بدنيا أنت مش مهم خالص الشق النفسي. عايز أقول لحضراتكم أن أنت لو سليم بدنيا وعندك مشكلة نفسية أنت هتبقى غير سليم بدنيا وهيصيبك أمراض كتيرة جدا، وقلنا الارتباط وثيق وقريب جدا ومرتبط ببعضه ارتباط يعني قوي. فمهم قوي ان احنا بقى لو جينا اتكلمنا عن الطب النفسي الرياضي زي ما كريم كان بيتكلم، بره وبره هم واخدين بالهم من النقطه دي جدا، بس عندنا النقطه دي مغفوله شويه. قصه ان لاعب يصاب مثلا ويغيب عن الملاعب لفتره وبعدين فكره ان هو يرجع احنا بنقول له يلا ارجع انت بقيت كويس رجليك حلوه يلا انزل الملعب، مفيش الكلام ده. لازم يكون في تاهيل نفسي. فكره هنا ان شخص مثلا ما فازش ببطوله مع الفريق بتاعه مع المنتخب بتاعه، الحاله اللي هم بيكونوا فيها عشان يرجعوا تاني يروحوا من بطوله، وخصوصا احنا التلاحمات اللي عندنا يا كريم طبعًا. فكره ان انا خسرت بطوله هنا وعندي لسه بطوله هنا اللي حصل معانا خلينا نقولها، ازاي اهل هذا اللاعب ان انت تنسى البطوله دي خالص بكل ما تحمله، واعيد الثقه للاعب واعيد اتزان اللاعب. احنا شفنا على الارض الموسم اللي فات خلينا نبقى صراحه ما كانش فيه اتزان نفسي. لو كان فيه يا كريم ارهاق بدني ما كانش فيه اتزان نفسي على الصعيد الاخر، فدي نقطه في غايه الاهميه. وهنطالب ان شاء الله في الفقره ان ده ملف
مهم يبقى في اخصائي نفسي مع الفريق، ولو هنتكلم عن نفسنا احنا عايزين اخصائي نفسي نتمنى عودته مره ثانيه زي التجربه الناجحه اللي كانت مع مانويل خوسيه، لان بيفرق كتير. على الصعيد الاخر لازم اللعيبه تبقى عارفه ان ده مش دايما الطب النفسي في مصر يقول لك ان يا عم وانا مجنون، لا ملهاش علاقه، حتى العباسيه وابو العزايم ملهاش علاقه بالجنان، يعني هي بتبقى صحه نفسيه مش كويسه بس ملهاش دعوه بالجنان، فاهمني؟ يعني المفروض ان احنا خلاص في 2022 الموروث ده لازم يكون مفروض اتغير، بس يعني لسه غير متقبلينه عندنا في المجتمع. لو بصيت بقى انت كلاعب محلي على الاسماء العالميه للرياضيين كريم بنزيما وميسي ورونالدو ابراهيموفيتش و الى اخره، كل الناس دي معاها اطقم بتمشي معاها، ولازم يكون في الاطقم دي في اخصائي نفسي. ف يعني الموضوع لا يقلل من احد ابدا، لكن شق اعتقد هيكون مهم وملف مهم جدا. تعبونا ان شاء الله في الفقره الاولى. صحيح. طيب نروح بقى مع حضراتكم للنادي الاهلي اللي هيعقد مؤتمر صحفي ان شاء الله النهارده الساعه 1 الظهر لتقديم المدير الفني الجديد مارسيل كولر الى كافه وسائل الاعلام المختلفه بعد التعاقد معاه لمده موسمين قادمين، هو ومعاه ثلاث معاونين، مدرب ومدرب احمال وايضا محلل اداء. طبعا بنتمنى لهم كلهم التوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه. المدرب الجديد ابتدى اول تمرين ليه مع الفريق امبارح على ملعب مختار التتش في اطار الاستعداد للمرحله المقبله، وطبعا ده كان بعد فتره من الراحه اللي حصل عليها اللاعبين. وطبعا زي ما حضراتكم متابعين معانا احنا كنا اتكلمنا كتير عن اهميه فكره الراحه او اراحه اللاعبين، اللي الحقيقه بنتمنى انها تؤتي ثمارها ويرجعوا في قمه نشاطهم مع بدايه الموسم الجديد ان شاء الله. وبرضو اكيد اكيد دي نقطه لازم تكون متاخده في الحسبان، الى جانب اللي كنا بنتكلم فيه فيما يتعلق بمساله الطب النفسي واهميه بالزبط. التاهيل النفسي للعيبه. بص برضو من الحاجات اللي عايزه يعني انبه او اقول لحضراتكم عليها، هو كان مارسيل كولر حريص جدا ان هو يتكلم مع اللعيبه وعمل محاضره فنيه، ده كان بالامس برضو قبل انطلاق التدريب، وكان بيتكلم عن ان هو يعني فكر بتاعه هو مش عايز ان هو يحكم على حد من دلوقتي يا كريم، هو لسه بيقرا لسه بيشوف، وفي نفس الوقت مش عايز يضغط على اللعيبه نفسيا ابدا ان هم يبقوا فاكرين ان هم تحت اختبار. دي في حد ذاتها مش بدايه حلوه، ان انا ابقى داخل بقول للعيبه انا في منكم اللي هيكمل وفي منكم اللي مش هيكمل، دي حاجه بتبقى ضمنيا معروفه، لكن فكره ان انا احملهم هذا الضغط، انت مش هتلاقي النتيجه المرجوه. الضغط على اي شخص بيبقى شيء صعب، يعني ممكن يديك نتيجه عكسيه لما تضغط على حد، خصوصا لما تبقى بتتكلم عن لاعب كبير. فالراجل ده عنده فكر، اعتقد مارسيل كولر من الناس اللي فعلا عندها درايه بزوايا كتيره جدا. وخليني اطمن حضراتكم لان طبعا ناس كتير كانت بتسال عن اللعيبه بتاعتنا. امبارح التدريب شهد انتظام الحمد لله حسين الشحات بصوره كامله، عمرو السليه يا كريم، وطاهر محمد طاهر كمان ناس كتير سالتنا عليهم، محمود متولي كان برده موجود في جزء من التمرين، والثلاثي عندنا مجدي قفشه ومحمد شريف واحمد نبيل كوكا، برده خليني اطمن حضراتكم ان هم في تدريبات تاهيليه. وطبعا بيرس تاو برده دلوقتي واصل تنفيذ برنامجه العلاجي الطبيعي الخاص بيه في الجيم، فده حال الفريق لحد دلوقتي. نتمنى ان شاء الله الاستشفاء الكامل لكل عضو في هذا الفريق اللي باذن الله هيشهد معانا موسم قوي، موسم فيه تنافسيه شديده، وقلنا الكلام ده قبل كده يا كريم. اكيد الزمالك او الحاصل على بطوله الدوري حابب ان هو يعيد هذا الانتصار مره اخرى وحقه، اكيد احنا كنادي الاهلي اكبر نادي حاصل على هذه البطوله في تاريخه برده من حقه ان هو يسترجع هذا اللقب المحبب ليه ولجماهيره. التنافسيه الموجوده في النوادي الاخرى اللي شفناها برضو، عندك بيراميدز وعندك فيوتشر وعندك سيراميك، عندك انديه كتيره جدا في الفتره الاخيره عملت برضو صفقات وعملت شغل على الارض وغيرت برضو مديرين فنيين، كل ده اثر بشكل كبير على ادائهم على الارض. فكل ده بينصب على فكره في الاخر في فكره هنا الروح او تطوير الكره المصريه. انا مش عايزه الاقي بطوله محليه النادي واحد برضو اللي بيكسبها على طول وبسهوله، يعني احنا كنادي اهلي احنا عايزين نكسبها بس مش عايزين نكسبها بسهوله، فاحنا عايزين تنافسيه، عايزين كره حلوه، عايزين نستمتع، هو ده برضو اللي بيدور عليه النادي الاهلي، لكن باذن الله يعود اللقب مره ثانيه لمكانه الطبيعي في النادي الاهلي. وهو اللي بيدور عليه جماهير النادي الاهلي بقالنا سنتين، يعني فكره ان النادي الاهلي النادي اللي صاحب زي ما هوندي بتقول لحضراتكم هو الكم الاكبر من عدد مرات الفوز بدرع الدوري، فكره ان احنا ما نحصلش على الدوري موسمين متتاليين ده طبعا كان شيء تعيس بالنسبه من 20 لكل... سنه يا بيه ما حصلتش. بس نرجع ونقول برضه خلي بالك من حاجه، انت عندك جماهير زي ما النادي الاهلي نادي استثنائي، جماهيره كمان استثنائيه وعندها طمع مشروع انجاز التعبير في فكره ان هم يعني النادي يحصل على كل البطولات اللي بيشارك فيها. وبالمناسبه
برضو دي نقطة تانية من الحاجات اللي لازم يعني تبقى ملفتة للنظر. الحقيقة النادي الأهلي عبر تاريخه شارك في كل البطولات المحلية والقارية وحتى الدولية المتاح إن هو يشارك فيها، وكلهم كوم، ودايما تلاقوا ان درع الدوري ليه خصوصيه شديده جدا. يبقى النادي الاهلي راجع مثلا واخد برونزيه كاس العالم للانديه، شويه فرحه كده على الضيق، بس الدوري ما تفهميش ليه خصوصيه شديده جدا. فان شاء الله ان شاء الله يعود دي مقره الدائم ابتداء من الموسم الجاي ان شاء الله. تعالوا بقى نروح لتصريحات كولر بالامس اللي عبر فيها عن سعادته بتولي مسؤوليه القياده الفنيه للنادي الاهلي، وايضا العمل داخل منظومه نادي القرن في افريقيا وصاحب الشعبيه الجارفه في الشرق الاوسط وافريقيا على حد تعبيره، مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده لتحقيق النجاح مع النادي ان شاء الله، وكمان اسعاد جماهيره الكبيره في كل مكان. قال كمان ان هي تجربه جديده وتحدي كبير بيتطلب من الجميع التعاون والتكاتف والالتزام بروح الفريق حتى يتحقق النجاح، واشار الى انه عمل لسنوات طويله في المانيا والنمسا ويدرك جيدا ان التدريب في نادي بحجم بطل افريقيا سوف يكون امرا مختلفا للغايه ويتطلب المزيد من الجهد والعمل، واحنا بدورنا اكيد بنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. بص، هو برضو اتكلم عن نقاط تانية كريم مهمه جدا، اتكلم وقال انا بدات ان انا اعرف الفريق بشكل يعني اكبر شويه، لما بشاهد اللعيبه كمان على ارضيه الملعب، ولما اشوفهم باستمراريه هقدر اكون وجهه نظر عن مستواهم الفني. عنده كتير من الملاحظات، اتكلم برضو ان هو عنده كتير من الملاحظات اللي هتكون بدايه عمله مع اللاعبين الفتره اللي جايه، واتكلم برضو ان هو مش هيتكلم عن هذه الملاحظات دلوقتي او على الملأ، هو هيبقى الحديث بينه وبين اللعيبه، لان مهم جدا ان هو يتكلم مع اللعيبه الاول وينقل افكاره الاول ليهم، وبعد كده يبقى يعلن ده على الملأ او يقول رايه على الملأ او يعمل مؤتمر صحفي ويصرح ببعض النقاط. واتكلم في ده ان ده يمكن ليه شويه او الناس علقت على هذا التصريح، ده ممكن ليه علاقه باللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هي البعد النفسي. أيوة. فده ذكاء برضو من طبعا كولر كبدايه مع النادي الاهلي. برضو كان في شويه ناس اتكلموا كده عن فكره ان كولر كان مبتعد لفتره عن الملاعب وعن القياده الفنيه، فهو الحقيقه حسم الكلام في هذا الاطار ورد على الكلام ده وقال انه خلال العامين الماضيين خضع لجراحه في الركبه، وده خلاه يبتعد الى حد كبير عن التدريب لفتره، بالاضافه الى تفشي فيروس كورونا. هو كان قال ان هو من الناس اللي بتاخد بالها شويه زياده فيما يتعلق بمساله الاجراءات الاحترازيه، وده كمان ساعد اكيد في ابتعاده عن الملاعب، لكن أكد أنه استغل الفترة دي، فترة التوقف أو الابتعاد دي، في مشاهدة الكم الأكبر من المباريات بشكل أكبر بكتير، ودراسة وقراءة أكتر من طريقة جديدة للعب وأساليب مختلفة بيقدر من خلالها يعني يطور الفرق بدنيا وأيضا فنيا. وقال أنه عمل خلال هذه الفترة على تطوير طريقته الشخصية في التدريب والوصول إلى أفكار جديدة من أجل قيادة الفريق للفوز بالبطولات في الفترة الجاية إن شاء الله. وتاني نرجع ونقول خير ان شاء الله. بص، يعني احنا مش هنطول مع حضراتكم، لكن هو كان ليه بعض التصريحات المهمه اللي يعني هنعدي عليها برده سريعا. قال لك برده عن البطولات، لما حد كان بيتكلم معاه عن قصه البطولات، وان النادي الاهلي يعني النادي الاكثر حصولا على وحصدا للبطولات سواء في افريقيا يعني او بنتكلم في الشرق الاوسط كمان، وطبعا في مصر ده شيء بديهي. فقال لك انا عارف اصلا الطبيعه بتاعت هنا الجماهير، والنقطه اللي انت كنت بتتكلم فيها ان احنا فعلا احنا بنبقى ممكن حاصلين. انت فاكر وقت الثلاثيه؟ ايوه. لما كنا في الثلاثيه انا وكريم كنا مع حضراتكم عن الهوا تاني يوم على طول، ولقينا الهاشتاجز طالعه والناس كاتبه يلا اللي بعده يعني قال لك اقلب الصفحه. ما كده برضو صعب، يعني الواحد طبعا لازم يبقى فاهم ان هو النجاح او الصعوبه مش قصه النجاح، الاستمراريه طبعًا. لكن لازم برضو لما تحقق حاجه كبيره لازم تاخد وقتك وتفرح. يمكن احنا عشان التلاحمات، وزي ما كريم كان بيتكلم ان احنا عندنا او احنا بنشارك حظنا احنا بنشارك في كل البطولات، فما بيبقاش عندنا وقت قوي نفرح، لكن دي طبيعه. لازم اي مدير فني يبقى جاي يبقى فاهم ده، يبقى عارف ده. ويمكن عارف مين من المديرين الفنيين اللي كان فاهم ده قوي بس يمكن ما كانش عاجبه قوي؟ فايلر. فايلر قال لك، فاكره التصريح ده كويس جدا. فايلر كان ليه تصريح قال لك انتوا بتطالبوني ان انا افضل افوز في كل المباريات، وده بيحصل بس في البلاي ستيشن. فكان تصريح مشهور يعني. ما هو بيقول لك فرهد اي مدير فني في الدنيا، وجماهيره فرهد اي مدير فني. ما بقول لك هي مهمه صعبه، هي مهمه صعبه جدا، وزي ما بيتقال كده كمان كولر عليه ضغوطات اكبر بكتير كمان، لان زي ما بيتقال كده انت بعد موسم مش حلو ابدا، وموسم مش الافضل، وموسم شويه محبط
لبعض الجماهير، فاحنا منتظرين وعندنا امال كبيره في هذا الرجل، فالامال اللي بتبقى محطوطه دي بتبقى ضغوطات. فبالتوفيق لكالر، هنستمر بحضراتكم طبعا لغايه بدايه الموسم. حلو قوي برضو ان هو جه في فتره مناسبه، فتره التوقف دي اكثر من رائعه يعني، محظوظ عليها. لا بنتكلم عن سواريش ولا بنتكلم حتى عن موسيماني. موسيماني برضو لما جه انت فاكر جه في ضغوطات كانت صعبه جدا. فلا ان شاء الله خير. وفكره ان هو يتحدث عن البطولات وعن طبيعه الجماهير برضو الاهلاويه، فده في حد ذاته يدينا مؤشر ايجابي جدا ان الراجل ده جاي وفاهم احنا عاملين ازاي وفاهم النادي طبيعته عامله ازاي. فبالتوفيق يا رب ان شاء الله. ربنا يسهل. وفعلا في حاله عامه من التفاؤل كده. وبعدين ساعات بيبقى كده اللقاء الاول او الظهور الاول للمدير الفني الجديد، وانا مش بتكلم عنه هو تحديدا، انا بتكلم على المبدا. ساعات كتير بيبقى فيه مبدئيا كده كاريزما مطمئنه الى حد ما للجماهير، تقدر تستنتج ان الراجل ده مالك ادواته، عارف بيعمل ايه، بيتابعوا تصرفاته وتحركاته. اليومين اللي فاتوا كان في كلام كتير وصور كتير على تفقده حتى لحمامات اللعيبه، فقال لك للدرجه دي الراجل ده مهتم بكل كبيره وصغيره. صحيح. فدي حاجه كويسه. انت عارف كمان اللي اتعمل له كذا فيديو، وهو عنده شويه كاريزما. في ناس كده تقابلها بقى عندها كاريزما او يعني بتعلم معاك. هو الفيديو اللي اتعمل وكان وراه كابتن امير توفيق اللي هو كان هو انا شفتوش. لا كان نزل عندنا على القناه كان واخد جوله وبتاع، فكان عمال يلعب شويه مع المصورين وحطوا له اغنيه عليها، والناس كتير كانت كاتبه خلاص احنا حبيناك يا كالر. يعني عنده قبول. الراجل لذيذ، نازل بيهزر، مش نازل مكشر، مش نازل متوتر، فبيصدر التوتر ده. وده القبول المبدئي. المبدئي. ما نشوف بقى. بالنسبه للقبول، في قبول الحمد لله. حياتوا قاعدين بعد القبول. ادينا هنشوف ان شاء الله خير ان شاء الله. طيب نروح بقى مع حضراتكم لموضوع مختلف تماما. كنا اتكلمنا الفتره اللي فاتت عن المنتخب الوطني لناشئي الكره الطايره تحت سن 19 سنه. كنا نتمنى جدا ان هم يفوزوا بالميداليه الذهبيه، لكن اللي حصل ان هم فازوا بالميداليه الفضيه في بطوله افريقيا المقامه في المغرب بعد الخساره امام المنتخب النيجيري بنتيجه 3-0. لكن بكده ضمن كلا المنتخبين الصعود لبطوله العالم المقرر اقامتها ان شاء الله الصيف الجاي، حيث يصعد اول وثاني البطوله القاريه لنهائيات هذه البطوله. وكل التوفيق للعيبه. بص بقى، بطولة العالم للخماسي هو الخبر اللي معانا بعد كده يا كريم. واتكلمنا قبل كده ان في رياضات مؤخرا بقينا نركز فيها او بقينا ندرك قد ايه احنا يعني واصلين فيها لمستوى رائع جدا. انا بتكلم على منتخبات، فمنتخب مصر في الخماسي وهذه البطولة العالمية والبطولة الدولية اللي مصر بتمثلنا فيها بلاعبين محترمين جدا. عايز اقول لحضراتكم ان احنا اخذنا 13 ميدالية. مصر حصلت على 13 ميدالية في بطولة العالم الخماسي الحديث للشباب طبعا المقامة في إيطاليا. حاجة محترمة جدا يا كريم. بقالنا فترة بنتابعها مع حضراتكم. نتكلم بواقع هنا 8 ذهبيات، 3 فضيات وبرونزيتين. ده يعتبر إنجاز تاريخي لم يحدث من قبل في بطولات هنا العالم للشباب تحت، بنتكلم 17 و19. فولادنا قدروا ان هم يحققوا انجاز تاريخي في هذه الرياضه اللي كانت من كذا سنه ما حدش اصلا عارف ايه بقى الخماسي الحديث ده، يقول لك ايه بقى الرياضه دي. فبجد شيء محترم جدا. بالتوفيق. وبنسعد بجد بكل شخص بيرفع اسم مصر في اي محفل دولي. وبنتكلم رياضيا كمان في مجال الرياضه، احنا ما فيش عندنا اسبوع بيعدي الا لما بيبقى فيه بجد مصريين ورياضيين ابطالنا وكمان ممكن من الشباب حاصلين على بطولات دوليه وميداليات ذهبيه. فده اعتقد كان شيء طبعاً ما بنسمعش عنه زمان اطلاقا يعني. شيء رائع وماشي مع الصحوه الرياضيه اللي حاصله في البلد في الفتره الاخيره، ويتماشى كل التماشي مع فكره ان وزاره الشباب والرياضه هي المظله اللي تحتها بتحصل حاجات كتير مفيده للمجتمع بشكل عام، ناهيكم عن الرياضيين بصفه خاصه. فكره ان احنا كل شويه بنسمع ان في حمله ما، مبادره ما من شانها مشاركه المجتمع حتى الغير رياضي منه، يعني المواطنين الغير رياضيين، وفكره دفعهم لممارسه الرياضه حتى ولو على الهادي زي ما بيقولوا، دي حاجه لطيفه جدا. بالمناسبه كان في كمان برنامج تدريبي كنا اتكلمنا مع حضراتكم عنه من فتره، كان اسمه لياقتي مهارتي. الاسم لطيف. اعلنت وزاره الشباب والرياضه ان عدد المستفيدات من برنامج الرياضه من اجل التنميه اللي بيقام تحت شعار لياقتي مهارتي وصل لاكثر من 30,000 مستفيده منذ انطلاق هذا البرنامج في عام 2019 وحتى هذه اللحظه، وده على مستوى 9 محافظات كمرحله اولى لتدريب الفتيات في المرحله العمريه من سن 10 الى سن 15 سنه من خلال مجموعه انشطه رياضيه متنوعه على المهارات الحياتيه مع الرياضه، منها التعرف على الذات، الثقه بالنفس، التعاون مع الاخرين،
الحقيقه فكره كويسه جدا، ويا ريت كل الناس تخلي بناتها اللي مش بيمارسوا رياضه بشكل نظامي احترافي على الاقل يشاركوا في هذه المبادره، لان فعلا هتكون فرصه عظيمه جدا لاكتشاف الذات وزياده الثقه بالنفس عند كل الفتيات، ودي حاجه في منتهى الاهميه. شيء محترم جدا. انا لخبطت الورق في بعض يا ستي يا ستي. على كل حال الخبر اللي جاي خلينا نتكلم هنا عن الاتحاد المصري للاعاقات الذهنيه، واتكلمنا عن هذا الملف وبرده الملف اللي هو الخاص بذوي الهمم. لا في هنا شغل بجد محترم لهذه الفئه اللي بالمناسبه هي فئه كبيره جدا. خليني اقول لحضراتكم، لان انا عشان كده بقول لك تهت بين الورق، لان انا منزله دراسات، انا بحب دايما كده بالمعلومات وبلغه الارقام ان انا اتكلم. خليني اقول لحضراتكم، كشف الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء هنا نسبه، بقى نسبه ذوي الاحتياجات الخاصه بتمثل كام في الميه، لان البعض بيفتكر ان هي 2% 3% 10.5 يعني 10.5 10.5 10.5% من اجمالي تعداد السكان. فحضراتكم دي نسبة ما هيش صغيرة أبدا. فلما نيجي نتكلم عن هذه النسبة ونيجي نتكلم إن في اهتمام أصبح مؤخرا من بعد، على فكرة فاكر لما كان 2018 برضو سيادة الرئيس كان قال إن هو هيكون عام ذوي الهمم. أيوه. طب هل أيوه. إحنا سمعنا حاجة زي كده زمان؟ بلاش. هل كان زمان عندنا الثقافة حتى في المدارس وفي الجامعات إن إحنا نشوف الفئة دي ونبتدي نتعامل معهم كأنهم ناس طبيعية؟ كان في تنمر بيحصل، كان في أساليب مش حلوة على فكرة حتى هذه اللحظة. أنا بحب دايما أبقى صريحة، يعني أنا من الناس الصريحة جدا، لحد هذه اللحظة بيحصل تنمر، ولكن في ثقافة حصلت على الأرض بشكل كبير جدا أدت إن حتى لو في النسبة قليلة. هي دي النقطة. النقطة الثانية، عندك في الدستور أصبح هناك حقوق وامتيازات لهذه الفئة موجودة لم تكن موجودة في السابق. ابتدت دلوقتي بقى في حملات توعوية بشكل كبير جدا، ففي على الأرض حاجات بتحصل. قادرون باختلاف، احنا بنتكلم في التقرير اللي جاي اللي حضراتكم هتشوفوه ده، دي نسخته الرابعة اللي هنحتفل بيها بإذن الله كلنا مع بعض، اللي من خلالها ذوي القدرات الخاصة أو ذوي الهمم بنقدر إن احنا نشوف بيقدموا لنا إيه من الفن، يقدروا الناس يعني اصل ما فيش حاجه اسمها عشان انا مثلا عندي سبيشال كيس ان انا خلاص شخص ما تكونش ليا ابداع او شخص اكون ماليش لازمه في المجتمع. بالعكس، احنا بنحاول نخرج من الفئه دي اجمل ما عندها. فخلونا نتابع التقرير عشان حضراتكم تعرفوا بالظبط، بس نرجع تاني بعد كده علشان في بلغه الارقام برضو عايزه اكلم حضراتكم في كذا نقطه خاصه بيهم. نتابع ونرجع نكمل. أنا جاي النهاردة عشان عايز أنضم لقادرون باختلاف، عشان نفسي أقابل سيادة الرئيس لأني بحبه جدا وبعتز بيه وفخور بيه، لأن هو كان ليه سبب بعد ربنا في مشاركة ذوي الهمم وقادرون باختلاف في جميع أنشطة وسبل الحياة سواء الرياضية أو الاجتماعية. فعشان كده أنا عايز أقابله وأشكره. وانا جاي النهارده عشان انا عندي موهبه الالقاء والتحدث سواء باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه. النهارده انا جاي اختبر في التقليد والتمثيل، واللي شجعني ان انا اجي بابايا قال لي النهارده انا حبيت ان انا اشارك عشان بقى لي كذا سنه عايز اشارك، فحبيت ان انا اشارك النهارده باختبار كده ان شاء الله اقبل ان شاء الله. انا جاي النهارده عشان اقدم في المذيع او تقديم في اختبارات حفل قادرين باختلاف للاحتياجات الخاصه، وان شاء الله هتقبل ان شاء الله. احنا السنه اللي فاتت شرفنا ان احنا حضرنا مع سياده الرئيس في فقره اسال الرئيس، ومكه قابلت في الاختبارات السنه اللي فاتت وقدمت فقره وفعلا سالت السؤال ده. السنه دي لما الاتحاد نزل البروجرام بتاع التقديم قدمنا، وجايين نقدم السنه دي يا تقديم يا مذيع ان شاء الله ان شاء الله ونتقبل باذن الله. انا بطل مصر والعالم في ايطاليا واستراليا في السباحه، اخذت البطولات المحليه والبطولات العالميه، وطلعت مع سيادة الرئيس في حفله القادرون بالاختلاف مع دنيا سمير غانم. أنا جاي علشان أتقدم. أخدت تالتة في برونز في سباحة، وأخدت تانية في البطولة في سباحة، وأخدت في الجري الأول في الجري، وأنا بطل في قوة وجمهورية في سباحة، وأنا برسم فنانة وبحب الشوكي كله.
اشتركت قبل كده في النسخة الثانية، كنت بقدم مذيعة مع جاسمين طه، وكنت بقدم وبعدين عملت حوار في اسأل الرئيس، مع سألنا الرئيس شوية أسئلة، وكان كل مجموعة زمايلي كانوا معايا، وطبعا كان الفنان الكبير اللي كان معانا أستاذ أشرف عبد الباقي كان معانا. طبعا المسرحية دي لما عملتها نزلت في العيد والناس كلها اتفرجت عليها، اسمها كنز الدنيا، وكانت حاجه جميله. ودي بقى السنه دي بقى، يعني السنه دي دلوقتي بقى هشترك في التمثيل ان شاء الله. كنت جايه اعمل قصيده النهارده، وانا بطلت الاشقاء العرب على 15 دوله عربيه مركز اول باسم مصر، وبطلت الامارات مركز اول على 5 دول عربيه مركز اول مصر في الفتنس، وبطل كارتاح زي مسود وبطل جري. انا اخذوني اول منتخب سله، وباذن الله باذن الله هطلع بطوله عالم. اول مره بكي هنا كل يوم، بس استعبط في البيت يعني، بقعد على اللابتوب بفرغ الامل على الوصول اصلح في البطوله يعني مركز الاول. ان شاء الله هخش البيات الخاصه علشان هخسر فيها واستلم مركز الاول بطلعه الاولى عشان استلمها، عشان هسافر منين، وبعد كده هسافر بعد كده على ماتش مطروح ان شاء الله، ونحتفل مع او احتفل على عيد ميلاد. بحبك أبي، بشكرك على كل حاجة عملتها علشان. أنا أشكر الله يسامحتها حسيتكم وراي وهمم أمرت معاها، وشاركت في كويرة في يوم ومرتين. مصر يا أنشودة الدنيا وأغنية الشعوب، يا كعبة الأحرار رن وتافة مصري في القلوب، يا أمي أبطال الفنون، يا أمي أبطال الحروب، يا جنة تعتز بالأسرار بين شذا وطيب، شد الدياي ونوري كل الدروب، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. أنا بحب نادي الأهلي كتير كتير كتير. والله العظيم يعني الواحد لما بيشوف حاجة زي كده بيفرح بجد. ده الإحساس اللي بيجي الأول، وهلة تحس أن بتتعلم. يعني احنا الكلام ده قلناه قبل كده حتى لما ضيوفنا كانوا معانا هنا من ذوي الهمة في رياضات مختلفة، وبالمناسبة كانوا أبطال لو أنت فاكر يا كريم، وكان من الأقزام وكان من الكفوفين وغيره وغيره، وإعاقات ذهنية بالمناسبة، وكانوا برضو بيشاركوا في بطولات وكانوا بيكسبوا. فده بيديك أمل إن احنا ممكن نكون البعض مننا سليم جسمانيا بدنيا، لكن مخه هو اللي فيه مشكلة، أو الإعاقة في الفكر، الإعاقة في عدم القدرة على إن أنت أصلا تستوعب إن أنت ممكن توصل لأي حلم أنت عايزه. طالما أنت عندك الإرادة وعندك الهدف هتقدر توصل، مفيش حاجة اسمها كده. مش مهم الصعوبات، مش مهم مين بيوقفك، مش مهم مين بيغير، مش مهم الكلام ده كله، بس بتوصل في الآخر لما بتبقى عايز. فالناس دي بقى رغم كل ده، ودي حاجات بقى يعني تفوق المصاعب اللي احنا بنقابلها بدرجات يعني عالية جدا، شوفوا قد إيه بيقدروا إن هم يوصلوا. أنا بس عندي نقطة يا كريم، ولو أنت تتفق معايا، أنا رسالتي للأهالي، لأن أنت دلوقتي بتتكلم المجتمع فكره تغير، الدولة اهتمامها يعني غير مسبوق بصراحة، ما شفناش ده زمان. إنما الأهالي في منهم لحد هذه اللحظة بيخافوا على أولادهم بالزيادة، لدرجة أنه هو ممكن يبقى قافل عليه ومش عايزه يتعامل مع العالم الخارجي. فرسالتي للناس دي، لان انت ربنا يديكوا الصحه طبعا كاهالي، بس انتوا مش هتعشونهم على طول، لازم تعودوهم ان هم يتقبلوا من المجتمع ويتقبلوا نفسهم في المجتمع ويعيشوا ويبقوا جزء منه، لان هم بالفعل جزء منه. فالدفعه الاولى لازم تيجي من البيت. انا بتمنى كل بيت عنده يعني شخص او بطل زي كده، ان هو ما يخافش عليه، يسيبه ينطلق في الدنيا، يحقق ذاته. يعني زي ما بيتقال كده، كفايه اللي هو فيه ما تقفلش عليه وتموته بالحياه كمان. يعني نتمنى الرسالة دي توصل للجميع، لأن أولادكم بجد عندهم مواهب خاصة، عندهم قدرات خاصة يمكن إحنا مش شايفينها، وهم ممكن يكونوا متفوقين عندنا أو عننا بشكل كبير جدا. يعني أنا آخر حاجة بس عشان ما أطولش في هذا الملف، لأن بالنسبة لي ده من الملفات اللي أنا بحبها جدا يعني، أو بهتم بيها. كنت بقول لحضراتكم إحنا نسبتهم بالظبط 10 أو 10.5% من تعداد السكان في مصر. تحديدا بقى كريم برضو عشان الناس تبقى عارفة، هنا ذوي الإعاقة 8.6 مليون شخص،
ده اللي هم ذوي الإعاقة اللي زي ما بيتقال عليها شوية بسيطة. بعد كده عندك 6.6 مليون برضو بتبقى أصعب شوية، 1.6 مليون اللي هي الكبيرة أو الصعوبة الشديدة، الإعاقة الشديدة قوي، و 390,000 شخص ده يعني زي ما بيتقال دي أو لديه صعوبة مطلقة، يعني بتبقى الكيس شوية مش حلوة أبدا. بس ففئة كبيرة موجودة وسطنا، نتمنى أن هي تقبل، لأن هي مش هينفع حتى أنت عارف لو أنت ما قابلتهاش في المجتمع أو تنمرت عليها هي مش هتبقى مختفية، هي كده كده موجودة. استغل أو يعني اقبل الغير، وعلم أولادك أن هم في المدارس يقبلوا الغير. يعني أنا فاكرة على فكرة وإحنا صغيرين كنا بنشوف أطفال بيقعدوا يتنمروا على حد لما بيكون من سبيشال نيدز، يعني كنت بدافع عنهم بالمناسبة، بس كان في غتتة كده أطفال أنا ما أعرفش يعني. نتمنى ده يختلف الفترة اللي جاية كمان. طالما فتحتي بقى باب الرسائل المجتمعية الموجهة لأولياء الأمور، زي ما قلنا لأولياء الأمور اللي عندهم أطفال أو أولاد عندهم الكيس دي، فلازم يبقوا برضو زي ما انت بتقولي ما بقوش قافلين عليهم بزيادة. في رسالة تانية كمان لأولياء الأمور اللي ربنا أنعم عليهم بأطفال أسوياء، واللي في بعض مش دايما في بعض الاحيان ممكن تلاقي توجه عند الاسره دي لو هي موجوده في مكان عام او في مكان مثلا للعب الاطفال او كذا، ممكن نلاقي ام بتقول لابنها ما تلعبش مع الولد الفلاني. دي حصلت قبل كده، يعني هبقى احكي لك كده على الصعيد الشخصي، كان ليا مشاهدات في هذا الاطار. فطبعا دي حاجه تعيسه جدا، احنا بنتكلم على دمجهم في المجتمع بشكل ناعم وسلس. وبالمناسبة نهاوند كانت بتقول إن هم نسبتهم في المجتمع 10%، ودي نسبة مش قليلة. حتى لو كانت النسبة قليلة، حتى لو واحد بس، هو حقه، هو في الأول وفي الآخر بني آدم ومواطن زيه زي بقية المواطنين. ده بالعكس ده المفروض إن هو يتشال على الراس. وعلى الصعيد الرياضي، الرياضيين منهم بصفة خاصة، إحنا كل مرة كنا بنستضيف منهم نماذج مضيئة منورة، كانت حديث العالم في بعض الكيسز لبعض اللعيبه اللي كانوا موجودين معانا، اشخاص ملهمين بكل ما تحمله الكلمه من معنى، اشخاص المفروض يخلونا احنا كاسوياء البعض منا المفروض يختشي. الناس اللي اللي يعني حتى نفسها في اعاقه يعني فكريه. أيوة. انت بتقولي ايه من شويه، قلت ايه الناس عندها اعاقه في الفكر، الناس دي المفروض يعني تتكسف وتختشي لما تشوف اللي الابطال دول بيعملوه. ما بالكم لو كانوا أسوياء، لما الناس دي في وسط الظروف القدرية الصعبة جدا واللي يعني تستدعي وجود نفسية قوية وأهل عارفين كويس قوي إزاي يتعاملوا مع هذا الموقف أو مع هذا الكيس، الحدوتة دي ما هياش تفضل مننا كمجتمع، ده واجب علينا مسألة الدمج. عشان برضو يبقى ايه قفلنا معلش يمكن احنا طولنا شويه في الملف ده، بس هو ملف يستحق، وفي حاجات كده ما ينفعش تعديها وخلاص. لا ده شيء لازم نتكلم عليه وهنفضل نتكلم عليه لان ده دورنا، وزي ما كريم قال برضو احنا بنستضيف منهم رياضيين ابطال، فلازم ده دورنا ان احنا نعمل وعي في المجتمع. فيعني خلينا نروح مع حضراتكم فاصل سريع جدا ونرجع نستكمل اخبارنا معاكم. مرحبا بحضراتكم مره كمان، ودلوقتي خلينا نروح نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه. معانا دلوقتي مراسلتنا العزيزه جدا سالا حامد عشان تطلعنا على الجديد. يا سالا بونجور، صباح الخير. راحت فين؟ صباح الخير يا نهاوند، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، ويمكن زي ما انت قلت يا نهاوند يعني حاليا أنا متواجدة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان أنقل لكم كل الأمور والأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. بس خليني قبل ما أتكلم يعني عن كل الأخبار المتعلقة بجميع الفرق، أتكلم النهاردة يعني عن أنه هيكون إن شاء الله في المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم المدرب السويسري مارسيل كولر. ويمكن النهاردة إن شاء الله يعني المؤتمر الصحفي هيقام في تمام الساعة 1 ظهرا، الساعة 1 يعني بعد العصر، ويمكن التجهيزات تبتدي يعني من دلوقتي. أنا هواندو يا كريم يعني كل الإدارات موجودة من أجل التجهيزات والاستعدادات للمؤتمر الصحفي. يمكن يعني كل الإدارات سواء الإدارة التنفيذية، إدارة العلاقات العامة، وكمان إدارة المركز الإعلامي، الكل متواجد من أجل التجهيزات والاستعدادات للمؤتمر الصحفي. وإن شاء الله يعني بعد المؤتمر الصحفي هيكون في تدريب الفريق الأول لكرة القدم يعني تحت قيادة المدير الفني الجديد مارسيل كولر، وان شاء الله يعني التدريب يعني هيقام على ملعب مختار التتش استعدادا للموسم الجديد. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اتكلم شويه عن جميع الالعاب الاخرى، وابتدي معاكم باخبار الفريق الاول
حفل كرة اليد يعني رجال، يمكن ان هم كانوا امبارح افتتحوا مشوارهم في بطولة الدوري او بطولة السوبر المصري. يمكن امبارح يعني كانت اول مباراة بالنسبة لنادي الاهلي كانت امام نادي سبورتنج، يمكن كانت مباراة قوية وعصيبة يعني من جانب الفرقتين. يمكن ادى النادي الاهلي اداء قوي وكمان يعني نادي سبورتنج، ويمكن انتهت المباراة يعني بنتيجة 21-20 لصالح النادي الاهلي، يعني بعد تألق كبير من لاعبي النادي الاهلي وبالاخص يعني حارس النادي الاهلي عبد الرحمن حميد، يمكن يعني بتصدياته الحاسمه يعني قدر ان هو يحسم اللقاء لصالح النادي الاهلي. النهارده ان شاء الله يعني المباراه الثانيه هتكون بالنسبه لفريق النادي الاهلي وهتكون امام نادي الزمالك في تمام الساعه 9 مساء، وعلى نفس الصاله اللي اقيمت عليها مباراه سبورتنج صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر. ويمكن يعني خليني أقول لكم أنه نظام بطولة السوبر المصري هي أن الفريق يفوز بمباريتين من أصل ثلاثة مباريات، ويمكن نادي الأهلي فاز في أول مباراة مع سبورتنج، النهاردة هتكون تاني مباراة لي، وفي حالة يعني فوز على نادي الزمالك هيكون اللقب لصالح النادي الأهلي وهيتوج بلقب السوبر المصري في بداية الموسم، يعني ويمكن دي أول بطولة يشارك فيها كمان نادي الأهلي وهتكون أول بطولة يتوج بها في بداية الموسم. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده كمان خليني اقول لكم انه الفريق الاول لكره السله سيدات تحت قياده الكابتن طارق خيري يعني حاليا هم متواجدين في معسكر مغلق في مدينه الاسكندريه استعدادا للموسم الجديد، ويمكن يعني المعسكر ده يعني هيفضل لحد يوم الجمعه المقبل. هيكون يعني ضمن المعسكر المغلق ده ثلاث مباريات وديه، منهم اثنين مع نادي الاتحاد السكندري ومباراه واحده مع نادي سموحه. النهارده ان شاء الله يعني لعبات يعني كره السله هيتمرنوا الساعة 11 الصبح، وبعد كده الساعة 8 بالليل النهارده إن شاء الله يعني هيكون في مباراة ودية مع نادي الاتحاد السكندري على صالة نادي الاتحاد السكندري، وبعد كده يعني هيرجعوا إن شاء الله يوم الجمعة استعدادا يعني لبطولة منطقة القاهرة، ودي اللي هتكون أول بطولة ليهم إن شاء الله في بداية الموسم. كمان خليني أقول لكم يا كريم ونهاوند إنه إن شاء الله يعني كمان لجنة الطفل يعني أعلنت إنه هيكون في يوم للأطفال يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله في فرع نادي الأهلي بمدينة نصر، وهيكون مهرجان شيف الصغير، وده اللي هيضم ان شاء الله يعني 100 طفل، واليوم ده هيكون يعني ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 5 بعد العصر. ويمكن يعني المسابقه دي هتضم يعني 100 طفل، وهيتم اختيار يعني الاطفال اللي هم قدروا ان هم يعملوا يعني افضل اكله او افضل وجبه قدروا ان هم يحضروها من حيث كل الحاجات، يعني من حيث العناصر الوجبه كمان يعني من حيث النظافه، يعني كل الحاجات يعني هيقيموهم ان شاء الله 10 او افضل 10 شيفات يعني في مصر، وهيتم تكريم الاطفال دي بعد ما يتم اختيارهم. كده يا كريم ونهاوند كانت كل اخبارنا النهارده اللي تخص يعني جميع الفرق الرياضيه وطبعا النادي الاهلي، والنهارده المؤتمر الصحفي اللي هينطلق يعني في تمام الساعه 1 ظهرا. اكيد انا معاك يا نهاوند ومعاك يا كريم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. لا احنا بنشكرك على هذه التغطيه المتميزه، وكنت بقول لكريم عجبني لون شعر سالا كده قلبت بلوند، لايق عليها جدا. نروح بقى مع حضراتكم لمقر البوابه نيوز حيث تتواجد زميلتنا العزيزه مريم سميح اللي هتقول لنا على اخر المستجدات صحفيا واهم المانشيتات. يا مريم صباح الفل عليكي، اهلا بيكي، اتفضلي. صباح عليك يا كريم، وصباح عليك يا نهاوند، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر بوابة نيوز، والبداية من موقع اليوم السابع. اتحاد الكرة يسحب اليوم قرعة دوري الجمهورية. تجرى اليوم مراسم سحب قرعة دوري الجمهورية مواليد 2001 و2003 للأندية المشاركة في بطولات القسم الأول للناشئين والشباب بمقر الجبلية، وبحضور أيضا مندوبي الأندية. ومن ناحية أخرى، أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم نظيره المصري موعد النهائي لترشيح القائمة النهائية والدولية للحكام، وحدد الفيفا 25 من سبتمبر الجاري موعد نهائي لتقديم هذه القائمة الخاصة بالحكام الدوليين. وخطاب الفيفا تضمن بعض الشروط الحكام للترشح، منها أن يكون الحكم ولد قبل 31 ديسمبر عام 1997، والحكم المساعد أن يكون ولد قبل 31 ديسمبر عام 1999، وخضوع أي حكم بيزيد سنه عن 45 سنة لتقييم فني من لجنة تحت مظلة الفيفا. وتتراقب الشروط العامة أيضا لترشيح أي حكم أن يرفق مع ملف الترشح تقييم الحكم في المباريات التي أدارها على المستوى المحلي خلال 12 شهر قبل ترشحه للقائمة النهائية والخاصة بالحكام الدوليين، وترتيب الحكام وفق هذا التقييم.
أيضا من اليوم السابع العنوان الثاني النهاردة في الجولة الصحفية، منتخب الكاراتيه يعود اليوم من تونس ب 38 ميدالية متنوعة. تعود اليوم بعثة منتخب الكاراتيه من تونس بعد المشاركة في منافسات بطولة شمال أفريقيا واللي أقيمت في الفترة من خلال 8 وحتى 11 من سبتمبر الجاري. طبعا توج خلالها المنتخب ب 38 ميدالية متنوعة سواء ذهبية أو برونزية أو أيضا فضية، ومن المقرر أن تعود البعثة على مرحلتين، الفوج الأول هيعود النهاردة بإذن الله والفوج الثاني هيعود غدا الثلاثاء بعد وصول الفوج الأول اليوم. وطبعا ده كان نفس الترتيب اللي غادرت به البعثة إلى تونس، انتقلت برضو على فوجين اليوم الأول واليوم الثاني، وهيعود النهاردة رئيس البعثة أو رئيس الاتحاد مع الفوج الأول المقرر له العودة اليوم من تونس. حصد اللاعبون 19 ميدالية في اليوم الأول وأيضا 19 ميدالية في اليوم الثاني من منافسات البطولة، وطبعا الميداليات كانت أو تقسمت إلى 13 ميدالية ذهبية و12 ميدالية فضية بالإضافة إلى 13 ميدالية برونزية. وشارك الكاراتيه في البطولة الحقيقة يعني يمكن المرة دي بأكبر بعثة مصرية في تاريخ البطولات، لأن شارك فيها 77 لاعب ولاعبة. من موقع الشرق الأوسط، ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة. استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من منافسه طبعا المعتاد أو اللدود برشلونة بفوزه الكبير على ضيفه ريال مايوركا 4-1 أمس طبعا بالمرحلة الخامسة، وتعتبر بداية ريال مدريد يعني مثالية كما وصفها التقرير، إذا يمضي بالعلامة الكاملة مع 5 انتصارات على التوالي في الدوري طبعا، و7 من 7 مع احتساب الفوز بكأس السوبر الأوروبية والانتصار على سلتيك الاسكتلندي 3-0 في مستهل دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وارتقى ريال مجددا إلى الصدارة مع 15 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة الفائز على قادش بربعية في افتتاح منافسات هذه المرحلة. واصل طبعا الهداف البولندي ليفاندوفسكي بدايته الرائعة لهذا الموسم وانفرد بترتيب هدافي الليجا رافعا رصيده إلى 6 نقاط بعد أن دخل بديلا وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 65، وده طبعا يعني بعدما افتتحت المباراة بهدف في الدقيقة 55 قبل أن يضيف البديلان أنسو فاتي في الدقيقة 86 وأيضا الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 92 الهدفين الآخرين بعد الاستئناف. ومن البوابة سبورت، الدوري الإيطالي يوفنتوس يتعادل مع ساليرنتانا في مباراة مثيرة انتهت طبعا أمس زي ما كلنا تابعنا أو عشاء طبعا الساحرة المستديرة تابعت مباراة يوفنتوس وساليرنتانا بنهاية دراماتيكية حيث تعادل الفريقين بنتيجة 2-2، وأقيمت المباراة اللي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب أليان ستاديوم ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي. وشهدت المباراة طبعا إثارة كبيرة حيث كان اليوفي متأخرا بهدفين في الشوط الأول يتعادل مع ضيفه طبعا في الدقائق القاتلة من اللقاء، والذي شهد إشهار 8 بطاقات صفراء و3 بطاقات حمراء في صفوف الفريقين، وده طبعا يعني كان شيء غريب جدا على متابعي المباراة. وألغى حكم مباراة الهدف كمان لفوز الصالح أو الهدف اللي كان محسوب لصالح نادي يوفنتوس اللي سجله طبعا ميلك في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع بعد الرجوع ل تقنية الفيديو أو الفار، تم إلغاء الهدف. وبعد انتهاء المباراة كده بالتعادل بيحتل يوفنتوس المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط في محل ساليرنتانا في المركز العاشر برصيد 7 نقاط. أخيرا بقى من كرة طبعا يعني يمكن العنوان الأبرز أو المثير خلال هذه الجولة، يمكن كلنا تابعنا طبعا إقالة توماس توخيل خلال الفترة الماضية وخلال الأيام القليلة الماضية بعد الحقيقة خسارة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، والحقيقة من ساعتها كان يعني يمكن توماس توخيل ما خرجش عن صمته أو اتكلم عن هذه الإقالة المفاجئة سواء كانت مفاجئة لي أو أيضا لجمهور نادي تشيلسي، لأن طبعا كان في توتر أيضا في العلاقات ما بينه وما بين
ذلك النادي الجديد، ويعني يمكن العنوان الأخير معنا بيتحدث عن هذا الأمر. وطبعا يعني يمكن من موقع كورة توخيل: أنا مدمر لإقالتي من تدريب تشيلسي. يشعر طبعا الألماني توماس توخيل الذي تحدث لأول مرة منذ إقالته من تدريب نادي تشيلسي أو منصبه كمدرب لنادي تشيلسي بالصدمة بسبب القرار الذي كان مفاجئا. ويمكن يعني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي والشخصي على تويتر يمكن اتكلم كتير جدا عن يعني هذه الإقالة بشكل مفصل، وقال يعني: هذه واحدة من أصعب العبارات التي اضطررت إلى كتابتها، هي واحدة من أو كنت أمل أن لا أحتاج إلى كتابتها لسنوات عديدة. أنا مدمر لأن وقتي في تشيلسي قد انتهى. وأضاف: هذا نادي شعرت فيه بأنني في بيتي على الصعيدين المهني والشخصي. شكرا جزيلا لجميع الموظفين واللاعبين والمشجعين لأنهم جعلوني أشعر بترحيب كبير منذ البداية. واختتم كلامه طبعا توماس توخيل بعد الإقالة عبر حسابه على تويتر: الفخر والفرح اللذان شعرت بهم لمساعدة الفريق على الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية سيبقى معي إلى الأبد. يشرفني أن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي، وستظل ذكريات 19 شهرا الماضية دائما لها مكانة خاصة في قلبي. طبعا دي كانت جميع عناوين الصادرة صباح اليوم الاثنين من داخل مقر البوابة نيوز. بشكركم جدا، عودة للاستوديو مرة أخرى. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه مريم سميح على هذه التغطيه المتميزه. وبكده حضرات تكون انتهينا من الجزء الاول من حلقتنا. هنطلع فاصل ونرجع نستقبل اول ضيوفنا في اول فقره حواريه، الفقره اللي هنتكلم من خلالها عن فكره تاهيل اللعيبه نفسيا قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد. هينورنا دكتور وائل الرفاعي استاذ الطب النفسي الرياضي، خليكم معانا. كنا بنتكلم في بداية الحلقة ونوهنا ان احنا الفقرة الأولى معانا ودكتور وائل اللي هينورنا دلوقتي هنتكلم معاه عن ملف في غاية الأهمية، وفكرة هنا الطب النفسي تحديدا الرياضي، وازاي انا ممكن في الفترة اللي جاية ومع بداية الموسم الجديد اجدد دوافع اللعيبة. لان زي ما قلنا او زي ما احنا عارفين كلنا الفترة اللي فاتت لو هنتكلم تحديدا هنا عن النادي الأهلي، لا، في بعض الروح الانهزامية، في بعض المشاكل اللي حصلت، فانا محتاجة اعيد مرة تانية يعني تأهيل اللاعبين عندي نفسيا استعدادا لموسم اعتقد الجميع اجمع عليه ان هو هيكون موسم قوي للغايه. هنعرف كل التفاصيل دي وهنتكلم في العموم كمان على فكره هنا الرياضيين كلهم مش بس في كره القدم، خلينا نعرف كل التفاصيل دي، حتى هنتكلم عن نفسنا ولا احنا كلنا محتاجين ننور بس او نرحب بدكتور وائل الرفاعي استاذ الطب النفسي الرياضي اللي منورنا. بونجور جدا. بونجور وصباح الخير، صباح الجمال على كريم وعلى نهواند وعلى قناه الاهلي الجميله. صباح الفل على حضرتك يا دكتور، سعداء بوجودك معانا. وموضوع مهم اللي بنتكلم فيه وتحديدا في التوقيت اللي احنا فيه، احنا لسه يعني ايه شايلين ايدينا من موسم ما كانش هو الامثل نتج عنه وضع نفسي اكيد مش لطيف لا عند اللعيبه ولا عند الجهاز الفني ولا حتى عند الجماهير. صحيح. ففكره ان احنا نعدل الميله نفسيا ده بيحصل ازاي؟ اولا حضرتك هو موسم عدى بكل ما فيه من ايجابيات وسلبيات، فبنعمل حاجه اسمها الفيدباك، التغذيه المرتده، يعني بنقول ايه؟ والله المدخلات بتاعتنا كنا نفسنا نعمل كذا وكذا اداء ونتائج. أيوة. طب والله وصلنا الى مخرجات او اوت كام او اوت بوت كذا وكذا. طب الفرق ما بينهم قد ايه؟ طب كانت ايجابياتنا في الموسم ايه؟ كانت سلبياتنا بدون بين قوسين ولا تهويل ولا تهوين، يعني بموضوعيه، ولا نجلد نفسنا ولا نبقى بنجامل نفسنا. فدي النقطه الاولى، وبعدين ننسى خالص النقطه الاولى دي. وبعدين على اللاعبين على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي، يعني الفريق الرياضي التيم، ان هم يعملوا تدريبات استرخاء التنفس والاسترخاء العضلي، وان الجاكوزي والساونا والبسين والميه مش هم الحل الامثل، لا ده عشان يريح المينتاليتي العقليه بتاعته وجهازه العصبي طول الموسم ده والاسترس اللي كان عليه بايجابياته زي ما قلنا وسلبياته، يجب عليه ان ياخد فتره راحه، بيقولوها عليها في علم التدريب راحه سلبيه، يعني ما يعملش حاجه خالص، مع ان انا يعني معترض على المصطلح ده، لكن نقول ايه، بعيد خالص عن اداء فني وبدني خالص. وطبعا بالتنسيق مع التيبرنج اخصائي احمال التدريب والهيد كوتش، ان الفتره دي ولا تطول قوي ولا تقصر عشان السنس بتاعت اللاعبين لما ينزلوا الملعب مره ثانيه، لكن مطلوب ان هم يمارسوا تدريبات استرخاء التنفس عشان الحاله العقليه تهدى، واسترخاء البروجريسيف ريلاكسيشن استرخاء العضلي عشان العضلات تهدى، وان الجاكوسي والساونا مش كفايه، تدريبات الميديتيشن التامل، وحاجه اسمها الاسترخاء التصوري، ان ازاي اخد اللاعب في رحله معينه وانمي عنده حواس ونسيه الهموم دي كلها. دي ثاني نقطه مهمه جدا جدا قبل الموسم الجديد. ثالث نقطة، عايزين ما نختلفش، يعني ما نختلفش، أنا وائل لاعب في نادي الأهلي سي بيعمل ركلات ترجيح أو بيصوب على المرمى سي 10 كرات،
فبيجيب 5 في منطقة زي ما بيقولوا العمليات أو الثلاث خشبات أو الأماكن المؤثرة اللي ممكن تكون هدف. طيب نيجي هنا بقى الهيد كوتش أو وائل أو كريم أو نهواند عايزين يجيب 10 من 10، ده كلام مش منطقي. يبقى ثالث نقطة بتقودنا لحاجة اسمها الجول سيتنج، بناء الهدف، بناء الهدف نفسيا. زي ما بحط برنامج للأحمال التدريب بدنية وفنية في بناء هدف نفسي. ليه؟ لو أنا حطيت أهداف تفوق قدرات كريم او نهواند او وائل كلاعيبه في نادي الاهلي هنعمل لهم حاجه اسمها فرستريشن، احباط. طب. ولو حطيت اهداف بسيطه مش هتعمل تطوير وتنميه لمستواهم. فبنعمل ايه؟ اقصى قدره للاعب بنضيف عليها نسبه تحدي او صعوبه 10% فقط. يعني وائل كان بيجيب 5 كرات من 10، يبقى انا اعمل له برنامج بتايم معين يجيب 6 كرات بس وما اطلبش منه غير كده، ولما يخلص الاستيب دي انتقل اللي بعدها. ده بيعمل موتيفيشن دافعيه وبيطور التحفيز عند اللاعب والدافعيه الايجابيه وبيلغي الضغط وبيبعد برافو عليك القلق السلبي والضغط، وبيبقى قلق دافع انه عايز جيب 6 جيب 7 8. لكن مشكلتنا سي وائل برضو بيلعب 10 مباريات بينفعل 5 منهم. انا عايز اعمل له دكتور وائل رفاعي او غيره يقعد معاه سيشن كذا 2 3 ما ينفعلش خالص. الكلام طبعا مش مظبوط ومش منطقي. لو ميسي لو محمد صلاح لو كريستيانو مش هيقدر يعمل كده. لازم برضو 10% صعوبة، يعني كان بينفعل 5 مرات ينفعل 4 مرات. طب وائل أو كريم بيلعب سي ساعة إلا ربع يعني تايم شوط بكمة الكونسنتريشن والتركيز ومفيش ميس باس والسكاوتنج بتاعه التمرير مظبوط التصويب مظبوط أسيستات عمل إيه كل حاجة حلوة أوي زاد، بس يجي الشوط التاني مش موجود. فأنا أعمل له برنامج تركيز انتباه أو صلابة نفسية، ما أقولش إن كريم ينزل الملعب يلعب الشوطين. اقول اه والله كان بيلعب 45 دقيقه يبقى ماكسيمم 50 او 55 دقيقه في البدايه، وده يبقى في التمرين قبل الماتشات. لذلك بنشوف اللعيبه الدوليين في الشامبيونز ليج وكده ما بينزلش مره واحده، ما يكون لعيب لسه جاي داخل على الفريق بيعملوا له التدرج ده عشان يطمئنوا ان ال 90 دقيقه وائل ده هينزل يلعب كسر الدنيا. فده اسمها مهاره اسمها الجول سيتنج، بناء الهدف. دي بتحط على بناء او سوري على مستوى الفرد وعلى مستوى الجمع الفريق. فلازم يبقى عندنا اهداف تحدي مش اهداف سهله، اهداف واقعيه مش اهداف خيالي، اهداف عامه طول السيزون واهداف سبيسيفيك مش تعجيزي. برافو عليك. انا ممكن اجيب برنامج محمد صلاح وكريستيانو وميسي ومش عارف ليندوفسكي ده وفلان وعلان اكس واي، جميل قوي، بس هل يا ترى يتناسب مع طبيعه اللاعب الاهلاوي؟ مش معناه ان هو اقل منهم، لا، يعني ده ليه ثقافه وده ليه ثقافه، ده ليه اسلوب تغذيه وده ليه اسلوب تغذيه، ده ليه ويت ووزن وطول ده غير ده، ده ليه جهاز عصبي اللي هو المايسترو بقى النفسيه اللي بيحرك اللاعب غير الجهاز العصبي ده. فما ينفعش اجيب برامج مستورده او حتى لو الجهاز الفني بيعملها للاعبين بدون الاستعانه بابناء الوطن اللي هم ايديهم في المطبخ، اللي يعرف يعمل اسيسمنت تقييم كويس للاعيب المصري ويبقى عارف واقف على فين عشان لما يعمل له تيست يبقى المؤشرات حقيقيه مش مضلله. ما اقولش كريم زي الفل او نواند وعنده مشكلات، يبقى لازم استعين بالمناسب اللي يقيم لي حاله اللاعبين ويحط لهم الاهداف النفسيه اللي تتناسب معاهم. بناء على كده هشتغل على المايسترو اللي انا قلت عليه، الجهاز العصبي. لازم في فتره ما قبل المنافسات والسيزون بقى طويل، احنا خلاص عملنا ريكريشن، قعدنا ابناء نفسنا وعملنا تصور واسترخاء والدنيا بقت بيس وحلوه، ابتدي اعمل بقى ايه؟ تدريبات للجهاز العصبي. النجم الكبير محمد صلاح ايه الميزه الخرافيه اللي عنده؟ اللي كانت موجوده في باولو روسي زمان وسكلاتشي ونجوم العالم اللي هم كانوا هدافين. ايه الميزه اللي عنده؟ قوه الجهاز العصبي ونشاط الجهاز العصبي. مش موجود عند اي حد. يعني ايه قوه الجهاز العصبي؟ يعني بيعمل مشوار واثنين وثلاثه وجيم واثنين وماتش وثلاثه واسيست واثنين وعشرة بنفس التركيز والكفاءه مع ان الشده عاليه. دي قدره بتكتسب مش بتبقى يعني برافو عليك، هي بتكتسب لكنها ليها علاقه بالوراثه. يعني نقول عليه ابتيتيود، يعني استعداد نفسي ليه علاقه بالوراثه، حاجه اسمها النمط المزاجي العصبي. في واحد نمطه متقلب المزاج، في نمطه هادي، في نمطه بيتحمل، وفي ميكس برافو عليك، ما فيش واحد بياخد من كله حته واحده، لازم ياخد من كل حاجه، لكن في النهايه بيغلب عليه نمط معين. هو تفصيله الثبات الانفعالي واللي ساعات كتير بتكون في منتهى الاهميه في توقيتات معينه في بطولات او في ماتشات معينه عشان ممكن يبقى الوضع مش كويس اللي احنا فيه، لكن بس الثبات الانفعالي بتاع اللعيبه يرجعهم مره ثانيه. دي حقيقه. هو الثبات الانفعالي ممكن يكون مكتسب برضو زي اللي بتتكلموا عليه. سؤال جميل جدا من كريم النهواند. احنا بنقول عليها في العلم عندنا سمه بنائيه، يعني ليه علاقه بالوراثه، سجل النسب الوراثي بابا وماما وجده وعمه وخاله وخالته، وبتكتسب او تنمى عن طريق البيئه. يعني انا لو جبت وائل دلوقتي وراثيا تحكمه وسيطرته في الانفعالات عالي، ورحت حطيته في بيئه ما فيهاش اي تدريب، وجبت كريم سوري سامحني اقل شويه،
ورحت حطيته في امريكا كندا مع ناس تيم بيشتغلوا كويس قوي. هاجي بعد شويه اقيس الاقي كريم احسن من وائل، مع ان وراثيا كان كريم اقل شويه لكن مع البيئه. يعني اذا الاثنين واجهين لعمله واحده، واجهين لعمله واحده. فالثبات الانفعالي يعني ايه؟ الثبات الانفعالي يعني ازاي اتحكم وسيطر وهيمن على انفعالاتي السلبيه داخل الجيم. ومش كده وبس، يعني انا دلوقتي قدرت امسك نفسي في موقف بنقول عليه ستريسفول سيتويشن، موقف ضاغط، حلو قوي. مش كده وبس، ممكن ان انا ادي الموقف على قد او اكبر من حجمه، يبقى انا ما عنديش ثبات انفعالي، او باللغه ادق ضعيف في الثبات الانفعالي. بس في كيس ثانيه ممكن برضه اسال حضرتك عليها، ده على المستوى الرياضي او حتى على المستوى العادي للاشخاص الاعتباريه العاديه. ممكن شخص يستحمل ضغوطات، توترات، سوء معامله، تك تك تك، يجي في الاخر خلاص بيخرج كل حاجه وبيقفل. ده ممكن يحصل في الملعب، ده بنشوفه طبعًا. مع مديرين فنيين، ده بنشوفه مع حكام طبعًا. بالمناسبه انت بتقولي اللعيب الفلاني راح فين، كان في لاعب عالي قوي راح فين. فانا سيطرت على نفسي لليفلز معينه، بس ما قدرتش، اللي قدامي ضاغط لغايه لما انا انفجرت. فدي بتحصل برضه، بتحصل دي حضرتك ظاهره اسمها الاحتراق النفسي. احنا لما نجيب ورقه كده ونحرقها بتنتهي. اللاعب يحترق نفسيا، اسمها بيرن اوت، الاحتراق النفسي، زي ما حضرتك بتقولي كده، الضغوط ضغوط ضغوط ومفيش مواجهه، بنقول عليها كابينج، يعني مواجهه او ريديوس، نقلل الضغط، مفيش الكلام ده، مفيش تدريبات. انت بتحاول بقى تضبط نفسك بس في الاخر فبيحصل ايه بقى؟ كل انسان ليه بطاريه زي الموبايل، اسمها بطاريه طاقه التكيف مع الضغوط النفسيه. فالراجل بيلعب ماتشات كتير، يتعرض لفشل كتير، ضغوط زي ما انت بتقولي كتير، هتافات عدائيه من الجمهور كتير، نقد سلبي كتير، كذا 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 كريم بيه، ومفيش حد بيقول له ازاي نواجه الكلام ده، يقعد ياخد من البطاريه يخلصها في وقت ماله قياسي. بالظبط. طب حضراتكم بتقولوا للعيبه ايه؟ يعني ايه بقى في الاطار ده؟ يعني دلوقتي لو قارنا دلوقتي بزمان، تمام، زمان كانت الدنيا ده يعني عدايه كده، برنامجين بالكتير في الكوره، صحف رياضيه بالشكل الكلاسيكي المتعارف عليه. دلوقتي بند السوشيال ميديا بس، وفكره ان اي حد معدي ممكن يدخل يرمي له جمله ممكن تولع في حد او في اعصاب حد وياخد بعضه ويمشي. يعني بقى دلوقتي اللعيبه مضطرين يتعاملوا مش بس مع ضغوطات طبيعه اللي هم بيعملوه او حتى البيئه الخارجيه كمان، السوشيال ميديا لوحدها بتشكل ضغط كبير حقيقي. هل دي بتتاخد في الاعتبار طبعا حين تدعيم اللعيبه نفسيا؟ بص حضرتك، اولا لازم يكون انا كمعد نفسي رياضي وكجهاز فني عندي حاجه اسمها نفوذ الاقناع. يعني ممكن كريم يبقى له نفوذ عليا لان الدكتور بتاعي او رئيسي في العمل، لكن لا، نفوذه عليا ان انا بحبه ومقتنع ان هو خبره وبستفاد منه. ان مين الافضل؟ اللي انا بحبه وعنده المعلومات اللي بتطورني. فلازم اقنع اللاعب واعرفه انت انسان محترف ليك لايف ستايل معين، لازم تلعب بالفلكه بكل قدرتك وبكل تركيزك. فلازم تعزل حاجه اسمها ايزوليشن، عزل الانتباه عن البيئه دي. ففي تدريب لطيف جدا احنا ممكن نعلمه للناشئين والفيرست تيم اللي هو التنفس، قبل التنفس كمان اسمه عزل الانتباه. عزل ايه؟ عزل الانتباه، ازاي اعزل نفسي عن كل حاجه وابقى فوكس على الجيم بس. أوكي. زي ما حضرتك بتقول عشان ما اشتتش طاقتي وابددها في حاجات ثانيه. ماشي. امر بسيط قوي، بيتعامل مع اللعيب الفيرست تيم النادي الاهلي ومع الناشئين نربيه عليهم، اسمه لوحه الانتباه. بجيب لوحه زي شاشه السينما كده بيضه فاضيه خالص جميله، ورقه بيضه، وبقعد اللاعب بعد ما اعمل له تدريبات التنفس اللي نهاوند قالت عليها بقى ريلاكس، والكونسنت يعني لا وعي او لا شعور، وصل لمرحله انه بيتقبل اي حاجه، عقله وجسمه هادي جدا جدا. أوكي. جدا. وبقول له بص قدامك لوحه بيضاء فاضيه خالص، هنتفق على حاجه، كل البيئه الرياضيه بتاعتنا بدءا مثلا لو كنت في بطوله عالميه الاوتيل او في مصر في بيتي او في الاوتيل برضو لو انا رايح مباراه الاهلي او غيره، الاوتيل، زمايلي في الفريق، الجهاز الفني، الباص اللي هياخدنا، الطريق للاستاد او المكان البطوله، اما بنروح هناك الجماهير، الاذاعه الداخليه، الاداريين، الفرق المشاركه في البطوله، الحكام، كذا كذا، كل البيئه الرياضيه. همسك ايتم ايتم، عنصر عنصر، اللوحه بيضاء وفاضيه خالص زي ما اتفقنا. هقول له ايه؟ تخيل اوضتك في الاوتيل، كل ما ممكن انت تشوفه بالوانه شوفه، شوف لدرجه قد ايه، كل ممكن تحسه بملمسه حسه، كل ممكن تشم ريحته شمه، كل ما تحس بيه ايموشنال انفعاليا حس باوضتك كلها، وتخيل كل مكوناتها وحطها في اللوحه الفاضيه. هيبتدي وائل كلاعب يتخيل ويحطها في اللوحه. الشنطه بتاعتك اللي فيها كل التولز بتاعت الكوره، الشنكر والشراب والشورت والتيشيرت، تخيل كل ما فيها بالوانها باحساسها بكله وحطها في الجزء الثاني من اللوحه. جهازي الفني وزمايلي حطهم في اللوحه، الباص تخيلوا كل حاجه حطه في اللوحه. طيب. تخيل الطريق وهكذا وهكذا. انا عايز استاذن حضرتك، خلينا نقف عند التفصيله دي ونطلع فاصل ونرجع نعرف ايه سبب الكلام ده او بينتج عن ده، بينتج عنه ايه، بينتج عن ده ايه. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل. اتفضل.
حديثنا لسه مستمر مع دكتور وائل، وكنا قبل الفاصل على طول بنشرح ازاي ممكن يتم تدريب اللاعب على عزل الانتباه والتركيز على الملعب مهما الضغوطات، او حتى ممكن نقيسها ده للشخص العادي. تمام. يعني ازاي اخليه يركز؟ تمام، زي ما قلنا هنتصور البيئه الرياضيه بتاعتنا بدءا من الاوتيل لحد الملعب بتصميمه وبتخطيطه بكل حاجه، بقى زي ما بالظبط كاننا خدنا صوره جماعيه مع بعض كلنا. زي ما كل الستاف كده كله خد صوره في نادي الاهلي مع بعض. أيوة. بقى دي عيني لمده 30 ثانيه ومش اشبع عينيا ان انا مركز على كل الصوره الجماعيه دي. بعدين ابتدي اقول للوائل او لكريم مثلا او نهوان، اقول له هتعزل الاوضه في الاوتيل والباص من الصوره من اللوحه، هيبقى فيها اجهاد شويه وصعوبه، بشرط تشوف بقيه اللوحه بقيه الناس الحاجات الثانيه بقمه الريزوليوشن والوضوح بدون اي تشويش انتباه، فهياخد وقت شويه كام ثانيه وبعدين يرفع لك ايديه من غير كلام بقى عشان هو مركز، يقول لك انا عزلت وشفت الباقي، قول له طب شيل الطريق والجمهور، هيبتدي يشيل الطريق والجمهور بشرط تشوف بقيه اللوحه، شيل الاذاعه الداخليه كذا، لحد ما بنوصل ان اللاعب من كتر تكراره منتاليتي عقليا التركيز وعزل الانتباه والتصور يبقى هو دلوقتي برافو عليك هو في الملعب متخيل نفسه بالتولز ادواته لبسه وال11 لاعب بتاعه وفاكر اهم الادفايس او النصايح اللي المدرب قال عليها ونازل مش شايف غيرهم، وممكن ينعزل حتى على اصوات جماهير الفريق المنافس مثلاً. وممكن يعتبرها تماماً. وممكن يعتبرها كمان ان ده تشجيع ليه هو مش ضده. ولذلك امريكا في كاس العالم للقارات لو نفتكر احرجت البرازيل واسبانيا ومصر دول كبيره في كره القدم، وهي كانت دوله يعني مش كبيره قوي في كره القدم. ليه؟ عشان بتلعب نفسيا بطريقه مناسبه، يعني عندها قوه عمليات عصبيه، انتقاء كويس للعيبه، بيلعبوا ديفنس ويلعبوا على الهجمه الايه المرتده، عندهم نشاط العمليات العصبيه، فمسهلين الدنيا على نفسهم، عارفين ان هم فنيا مش هيجاروا الفرق الثانيه، فبيلعبوا بالاوبشن ده وكانوا بيكسبوا. افتكروا كده معايا مباراه البرازيل ومصر في النهائي كاس العالم للقارات من كام سنه، كانوا نازلين حاطين زي هيدفون في ودانهم، بعض الناس ميوزك بيحاولوا يعيشوا الجو وهم بيلعبوا قبل في الاحماء، يعني في الاحماء. طب بيعملوا كده ليه وعاملين يتمشوا في الملعب؟ عشان يفصلوا، الضغط يقل. كل عندنا حاجه اسمها موجات المخ، الموجات دي كهرباء زي الموبايل زي الراديو زي التلفزيون، ليها ترددات زي مثلا خليها على راديو اف ام تردد كذا زي ما بنسمع. أيوة. ترددات يعني سي من 14 ل 28 اعلى تردد وده اقل تردد. فاللعيب لما بيجي يجهد عقله قبل المباراه ويقعد يتفرج على حاجات فيها سسبنس اثاره لعبه او كذا او فيلم طويل او مباراه حتى بلاي ستيشن، بيشد موجات المخ دي. هو عندنا خمس ست موجات مهمه قوي، الجاما والدلتا والالفا والبيتا والسيتا واللوبيتا، كل موجه يعني دي بتاعت النوم. لوبيتا يعني بيتا المنخفضه يعني. دي مسؤوله مثلا عن النوم وعدم الارق، دي مسؤوله عن التركيز، دي مسؤوله عن كذا. كل موجه ليها حاجه، فانا بلعب او مشدد الموجات دي على الاخر اجهدها، انزل في الملعب اجي بعمل عزل انتباه اعمل تركيز، انا مش هنا جهازي العصبي مجهد تماما. ليه؟ عشان اجهدت الموجات وشدتها على الاخر في البتاع. طب اللي هم كانوا بيعملوا ايه بقى؟ عاملين زي بروجرام صغير كده، كريم غير نهواند غير وائل اللي في منتخب في امريكا، كل واحد فيهم عنده مستوى من الطاقه معين، كريم لما نوتره لحد كذا في الميه يكسر الدنيا في الملعب، نهواند لما نحمسها نص ونص تكسر الدنيا، وائل لا ده هادي لازم نحمسه قليل، لو بدلنا الادوار تبوظ منهم الدنيا. فعاملين بقى الايه؟ جهاز زي علبه الكبريت كده، حطوا اللاعب في جيب التريننج وحطت الهيدفون كانه بيسمع هيدفون، هو بقى مبرمجينه على الشورت ويف بتاعت وائل غير كريم غير نهواند. زي ما يكون بيسمع موسيقى او اغنيه، ده علمي يعني. علمي طبعا، مستوى عالي قوي وبسيط جدا. احنا بنشوف في اي بطوله حتى مش بس كره القدم، عاده تلاقي اللعيبه وفعلا قبل الاحاسه من هم في الاوتوبيس حاطين حاجات. لا بس هم بيسمعوا بقى ميوزك. هنا بقى في خطورتها بقى، هل الميوزك صاخبه وكسر الدنيا وهو اصلا متوتر فيتوتر زياده، او بيعمل يسمع حاجه سلو بقى وكده وهاديه جدا وهو اصلا عنده قباسي لا مبالاه وضارب كبر الجيوت دي، فلازم نديله الحاجه اللي تتناسب مع ايه؟ ده غير الضغوطات الحياتيه عامه، ان اللعيبه برده اللي عنده مشاكل وحاجات زي كده، فكره الفصل برده صعبه جدا جدا. السوفت وير بتاع الحاجات دي بسيط جدا، واجهزه والله انا لسه كنت مع الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه بحكم ان انا عضو اللجنه العلميه العليا معاه لاعداد الابطال الاولمبيين، اقترحت عليه ازاي نعمل معمل للقياسات النفسيه للرياضيين، يبقى الوزاره وكل الانديه الكبيره ومنتخبات مصر تقيس في الكلام ده. الحاجات دي مش التكلفه بتاعتها مش عاليه قوي، والسوفت وير بتاعها بسيط ومهمه جدا. طب. يعني لك ان تتخيل جهاز كمبيوتر عادي كده عليه 90 اختبار كل منتخبات المانيا وخاصه كره القدم بتشتغل عليه، اسمه احنا عايزينه على المستوى الشخصي بقى العادي، يعني اسمه فيينا تيست. لا ده كان بجد والله، بجد فيينا تيست ده يعني جهاز بسيط جدا، والسوفت وير بتاعه كل فتره بيتحدث عن طريق المانيا، سهل جدا جدا.
عليه 90 اختبار بقيس اليقظه والتركيز والانتباه والتصور. ايوه ده بيبقى مفيد لينا كلنا جدا، ده لازم رياضي للرياضي او غير رياضي. انا بقول لحضرتك اقصد ايه، الجهاز ده بكام؟ بكام بقى؟ حاجه بسيطه جدا، لو دخلت على النت عشان ما يحطكروش ترويج لحاجه يعني، وقلت فيينا تيست هيقول لك كذا. مثلا جهاز اسمه ستيبل ميتر عشان يقيس الثبات الانفعالي، حاجه كلام فارغ سوري يعني. عموما يعني نتمنى يكون في استجابه بقى من الوزاره طالما هذا الامر لا ان شاء الله له انعكاسات طيبه على محمل الاهتمام ان شاء الله يعني. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا، نورتنا. انا بشكرك جزيلا والله. احنا عايزينك معانا يا دكتور وائل كل فتره، لان الملف ده مش هيخلص في حلقه طبعًا يعني طبعًا. ده ملف كبير احنا جدا، احنا ما اتكلمناش غير في نقطه فيها تقريبا هي ثلاث نقط يعني مش نقطه يا دكتور. هو بس ثلاثه حلوين، هو الوقت بس بيكون للاسف ليميتد شويه، بس حضرتك هتكون معانا مره ثانيه. الملف ليه يعني نقاط كتيره جدا عايزين نغطيها مع حضرتك. بشكر دكتور وائل على وجوده معانا. ودلوقتي هنروح فاصل، كريم هيعود بعد الفاصل مع دكتور ايمان المراكبي، وملف مهم جدا عن يعني صحه اللي هنا بتكلم بقى عن المخ والاعصاب وغيره. فاصل وكريم يكون مع حضراتكم. يا اهلا بكل حضراتكم في ثاني واخر فقرات الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، الفقره اللي هتنورنا فيها دكتوره ايمان المراكبي استاذ طب المخ والاعصاب بجامعه عين شمس. صباح الفل على حضرتك واهلا بيكي. اهلا وسهلا واهلا بيكم كلكم جمهور الاهلي الجميل، وببقى سعيده جدا وانا في قناتي قناه النادي والله الاهلي. والله احنا يعني بنسعد اكتر كمان بوجود حضرتك معانا. اهلا بيكي دايما، ربنا يخليك ويحفظك. واحنا في الفاصل كنت بدردش مع دكتوره ايمان، انا كنت معتقد ان الكلام هيكون بس على فكره اضطرابات النوم، اتضح لا، اتضح ان في رابط ما بيربط ما بين اضطراب النوم وما بين السمنه، يعني الناس اللي عندها او اللي بتعاني من مشكله السمنه غالبا هيكون عندهم اضطرابات في النوم، والناس اللي حتى مش بيعانوا من السمنه ولكن عندهم اضطرابات في النوم ده ممكن يؤدي للسمنه. بالظبط، جديده هي دي. انا كنت اعرف ان في اصلا رابط ما بين الاثنين. بالظبط، هو الحقيقه طبعا انا بحثت كتير في القصه دي، لقيت ان موضوع السمنه واحنا بندرس للطلبه في موضوع اضطرابات النوم يعني أيوة. دايما نقول لهم ان مريض السمنه ممكن يحصل له اختناقات اثناء النوم، اختناق في النفس. احنا ربنا عامل ده مش مجرد اضطراب في النوم، ده اختناق. لا ده بتحصل حاجه قاتله يعني، احنا مش عايزين نخوف المشاهدين، ولكن انا بحب دايما اجذب انتباه المشاهد في الاول، فلما يسمع ان في خطوره على الحياه من السمنه لا ده انت كده تعالى بقى ونقعد. اول حاجه ان السمنه ممكن تعمل ايه، بتخلي اللهاه، اللهاه عارف حضرتك لما اقول لواحد قول كده واحط البتاع الخشب دي أيوة في بقه عند الدكتور في حاجه اسمها اللهاه، بتبقى مدلدله كده فوق أيوة. دي بتبقى ضعيفه اللي جدا، اللي بتتحرك مع الصوت لما بيطالع أيوة. بالفايبريت اظن مع بالظبط. دي في الناس اللي عندهم سمنه عاده بتبقى مترهله وبتبقى متضخمه وبتعمل لي مشكله بتسد مجرى الهواء أوكي. فبالعربي بتخنقني وانا نايمه طبعا. طب ايه اللي بيحصل؟ الانسان الطبيعي ربنا عامل فيه وقفات في النفس طبيعيه لا تزيد عن عدد معين. فاحنا بنعمل ايه في مريض السمنه؟ بيجي يقول لي يا دكتور ده انا زوجتي بتشتكي ان انا بيحصل لي وقوف في النفس وبتتخض وتقول انا جرالي حاجه. فيجي لي اقول له خلاص احنا هنعمل حاجه اسمها اختبار النوم. بيروح في معمل معين بتاع مخ واعصاب، بنعمل له دراسه النوم اثناء النوم. بيجي ينام عندنا يعني، بيجي ينام ونخليه ينام تماما طبيعي بدون ادويه بدون استخدام حاجه، ونقيس فقرات الفترات اللي بيقف فيها النفس. المفروض عدد معين، لا ده بنلاقي ان الموضوع زياده وبنلاقي ان المدد كبيره. فدي طبعا ممكن تؤثر، ده بيزود نسبه الخطوره طبعا. طبعا ده ممكن توقف القلب يعني، ما انا بعد ما النفس يقف ايه اللي هيحصل؟ ما القلب كمان هيقف بيحصل بعد الشر وفاه. فاذا الموضوع مهم جدا، والموضوع بنشوفه كل يوم في العيادات. واول علاج بنقوله للمريض لو سمحت خس، لان طول ما انت عندك المشكله دي، لان طبعا بنضطر نديهم اجهزه في البيت يستخدموها. لو تسمع حضرتك عن حاجه اسمها السي باب، ده بنديهوله يحطه بالليل اثناء النوم علشان يزود الاكسجين ما يتخنقش. فشوف بقى الموضوع ازاي خطير، يبقى الحكايه مش اضطراب نوم وانا واحد بتدلع ومش بنام حلو. انا فاكر العمليه اللي مش جاي لي نوم، لا ده الموضوع اكبر من كده بكتير. دكتوره ايمان ما بتطلعش تتكلم على حاجات بسيطه. لازم تدي فرقعات كده. ايه الحل؟ ايه ان انا اول حاجه لازم المريض بتاع السمنه افهمه كويس قوي ان حضرتك معرض للوفاه في اي وقت، بنسميها سادن ديث يعني الوفاه المفاجئه اثناء النوم. يعني بالعربي كده مالكش ضيق، لان واحد هيبقى هيقول لك مش في كتير يقول لك ده نام ما قامش نفس القصه طبعًا. دي بيبقى على فكره جزء من الناس دي اضطرابات النفس اثناء النوم. فاذا ده نوع من اضطرابات النوم. في نوع تاني اللي هو داء النوم،
اللي هو بنسميه ناركوليبسي، ده مرض تاني برضو بيجي في المرضى، ممكن يبقى عنده سمنة وممكن لا، بس برضو النسبة بتزيد في المرضى اللي عندهم سمنة. النوم بمعنى خمول دائم وتوجه ناحية يعني استعداد أكتر للنوم. ده بقى بيبقى إزاي؟ أنا قابلت حالات طبعا بيقول لي العيادة، بس في حد شخصية رحت قابلته مرة في جهة يعني ما مش حكومية، حاجة خاصة يعني. قابلته قعدت معاه وأنا شخصته. هو بيحصل إيه حضرتك؟ وأنت قاعد تلاقي نفسك بتنام يعني العين بتقفل وبيقفل خالص، ويبتدي يعمل صوت النفس اللي هو الشخير الجامد. أيوة. وهو قاعد قدامك كده، لا نام ولا وقع ولا حاجه، ده هو قاعد صلب طوله ومفتح عينه كل حاجه. لا عينه بتقفل. ممكن تقفل وممكن تبقى مفتوحه، يعني ممكن تقفل وممكن تبقى مقفوله نص قافله كده. وممكن بنقول عليه مسقط وبيروح نايم خالص بقى، بينام خالص عينه بتقفل تماما. يعني الاول كده وبعد كده هوب يروح نايم خالص فجاه. حاجه فجاه، وتبص تلاقي صوت الشخير، وممكن يهلوس، يعني ممكن يهلوس ويقول كلام هلوسه، وبعد كده فجاه حضرتك يصحى كده، اهلا يا دكتور ازاي حضرتك؟ قلت له لا استنى، ازاي حضرتك ايه؟ لا اله الا الله. قلت له حضرتك عندك مرض اسمه الناركوليبسي. قال لي هو حصلت لي قدامك. ما بيبقاش كمان دريان ان جات له. دول مشكلته ايه؟ بيعملوا حوادث بالعربيات كتير جدا. طبعا طبعا دي مصيبه. واحد انا اعرفه شخصيا جاله الناركوليبسي دوت، الاتاك دي جات له وهو سايق العربيه، وقع بالناس في الترعه. يا ساتر يا رب. وعشان كده يقول لك ايه، لازم الناس اللي بتسوق العربيات دي في حاجات كتيره قوي تتفحص، زي الصرع، زي اللي هي الناركوليبسي، الحاجات دي. دي امراض قاتله، واحد بينام وهو سايق. فدي حاجات مهمه لازم ننبه الناس ليها. وبنقول يا جماعه كل ما نزلنا في الوزن كل ما قلت نسب الامراض اللي هي بالمنظر ده. طيب ده من الناحيه الاولانيه. بقى النزول في الوزن يعني ايه اللي ممكن الواحد يعمله في هذا الاطار؟ ننزل ازاي؟ طبعا حالات زي كده مش هنقعد بقى نجرب لسه فيهم، ده احنا بنتكلم ان في احتماليه وفاه. يبقى انا على طول ببتدي بمنتج اسمه بيستا. ده من شركه محترمه جدا، كل منتجاتها مواد طبيعيه، اسمها بايو ناتشرال. ببتدي مع المريض على طول قبل كل وجبه. بياخد عصير عباره عن كيس زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه، وبيتدوب الكيس دوت في كوبايه ميه، فبيديني عصير تفاح بالظبط يعني بطعم التفاح وريحه التفاح. يبقى اذا طعمه حلو مقبول، مفيش حاجه اسمها العين هيقول لي النقطه دي ده طعمه وحش. معظمهم فعلا بيبقى طعمهم مش لطيف بالظبط، ممكن بحاجات بتبقى منتجات طعمها مر وكده. لا البيستا الحقيقه طعمه كويس جدا. أوكي. وممتاز، وحتى الاطفال على فكره بتستسيغ طعمه وبتقبل عليه. يعني حتى الاطفال اللي عندها كام بالمناسبه؟ احنا بنتكلم في 13 سنه فما فوق. اوكي، امن من اول سن 13 سنه. امن من سن 13 سنه فما فوق. هو كده كده امن لان هو الياف طبيعيه. عندنا ثلاث ألياف رئيسية اللي هم السيليوم وردة القمح والشوفان. أوكي. وعليهم بقى كروميوم وعليهم فيتامين سي وعليهم فيتامينز كتيرة، بحيث أن أنا ما يحصليش أي اضطرابات وأنا بخس، يعني ما يحصليش مشاكل صحية وأنا بخس. ويا سلام يا سلام لو عززت الموضوع وديت معاه مالتي فيتامين، اللي هو الكورس اللي احنا بنتكلم عليه. أيوه. كورس البيستا مع الالبا مالتي فيت، ده كورس بنديه بيكملوا بعض بحيث أوكي. ان المريض احنا عارفين ان اي حد بيخس بيحصل عنده دايما مشاكل في احتياجه للفيتامين. فانا لما اديله فيتامين يبقى انا عوضت الايه القصه اللي انا خايفه منها، تساقط الشعر، البهتان، الخمول، شكلي يبقى مرهق، الكلام ده كله. فاذا الكورس اللي على الشاشه دلوقتي اللي هو بيستا مع الب مالتي فيت بناخده، دول حاجات كلها منتجات طبيعيه. الالب مالتي فيت مليان كل الفيتامينز اللي جسمي محتاجها، الفيتامين ب كل انواعه اللي هو فيتامين بي 1 بي 2 بي 3 بي 5 بي 7 بي 12. فاذا انا مطمنه من ناحيه فيتامين ب تماما، وكمان عليه حاجات كتيره تانية زي الفيتامين سي، زي الزنك، زي الكوبر اللي هو النحاس. النحاس بيساعد جدا في شغل الزنك. فاذا كل ده بيساعدني ان انا شعري ما يقعش، بشرتي تبقى كويسه جدا، ما يجيش هالات سودا. دايما اول ما الواحد يخس لقينا سؤال ايه يا عم الهالات السودا دي؟ لا روحي كلي روحي كلي يا شيخه شكلك وحش. دي بتكسر الواحد، بحس ان انا نفسيا ايه ده انا شكلي وحش. طب ارجع بقى ايه اظبط نفسي، لان اول حاجه بتخس دايما هي الوش. الخدود والحاجات دي دايما هي اول حاجه بتخس. فاذا انا لو مشيت على الكورس ده اضمن ان المريض يخس وبسرعه، بدل ما نحتاج نعمل عمليات، لان احنا ساعات بتوع السمنه بنضطر نعمل لهم في الانف واذن عمليه اللي هو بيعمل زي نوع من استئصال بسيط للهاء اللي هي سدالي. أيوة. دي لما انا بخس هي نفسها بتخس على فكره وبتقوى، يعني كل ما انا اخس هي نفسها حجمها بيقل وبتبقى اقوى. طيب خلينا بقى نشوف ترجمه عمليه للكلام اللي بيتقال ده، وكيس من الكيسز اللي استخدمت المنتج ده معانا ايه في تقرير، نتعرف كده على اللي حصل معاها ونرجع نكمل مع حضرتك. اتفضلي.
احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي آية عاطف رجب، عمري 26 سنة، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركة، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسة ان انا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعة، ثلاث وجبات في اليوم، قبلها كنت بشرب الكوباية. لا طعمه ما كانش فيه أي مشكلة خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ، يعني ما كانش عندي أي حرمان من الأكل، كنت باكل عادي كل حاجة، بس هو أصلاً كان بيسد الشهية، كنت باكل أي حاجة بس قليل، يعني وجبات قليلة. مبسوطة جداً، الحركة بتاعتي بقت خفيفة، بقيت قادرة إن أنا أمشي براحتي، بقيت ألبس اللبس اللي أنا عايزاه. بنصح أي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي إن هو يستخدم بيستا. طيب دي كانت تجربة آية. دلوقتي احنا اتكلمنا دكتور إيمان عن الشخص اللي بيعاني من السمنة وإلى أي درجة الموضوع ده ممكن يتسبب له في اضطرابات قد تكون خطيرة في النوم بالزبط. زي ما حضرتك تفضلتي قد تكون قاتلة. طيب الوضع المعكوس بقى، يعني الشخص اللي مش بيعاني من السمنة ولكن عنده مشكلة في اضطراب النوم. إزاي اضطراب النوم ممكن يوصله للسمنة؟ بالظبط، دايما اضطراب النوم بيعمل لي مشكلة في الوزن. إزاي؟ هو مش المفروض إنه عادة بيخسس؟ لا ده بقى المفهوم الخاطئ، ده المفهوم الخاطئ. بالعكس، انا لما ما نمش واسهر وكل يوم لحد الفجر او بعد الفجر او لغايه الساعه 6 ده بيديني وقت اطول ان انا افضل اكل، لان انا دلوقتي قاعده الناس كلها نامت، طب هعمل ايه؟ طب ما هو بينام الثمان ساعات اللي بعديهم اللي بيبقى الناس كلها صحيت فيهم وهو لسه نايم، لان هو قالب يومه. ما هو ممكن ينامهم وممكن ما ينامهمش على فكره. يعني في ناس بتعوضهم وفي ناس بتفضل عندها ارق. انا عندي مرضى كانوا بيقعدوا صحيين 4 ايام. يا ساتر يا ساتر. يعني عندي مريضه انا حتى كنت بقول لها انت مصفحه، 4 ايام واديتها كم ادويه علشان تظبط النوم، والله والله ما كانتش بتنام غير على اعلى جرعه في كل دواء. يا ساتر. ففي ناس دماغها كده، ومن غير على فكره لا شرب قهوه ولا منبهات ولا اي حاجه، ده انا كنت منبهه عليها وفعلا هي كانت ملتزمه بالاربع ايام صحيه. بالاربع ايام، فتخيل بقى حضرتك تيجي تقول لي يا دكتوره انقذيني، ففعلا اديتها حاجات ظبطت النوم، وكانت بتعاني من سمنه طبعا مفرطه نتيجه ان هي بالاربع ايام ما تنامش، وبعدين تنام لي 4-5 ساعات، وبعدين تصحى 4 ايام تانيين. هي كانت غريبه بصراحه، هي كانت كيس ريبورت يعني. وده جوزها عامل معاها ازاي؟ ده ازاي والله يعني عايش ازاي؟ ولما نامت والله صحيه له 4 ساعات 4 ايام ورا بعض. لما نامت والله جه قال لي انا لازم اجيب لك هديه. طبعا. مش عشان حاجه، عشان طبعا هو طول ما هي صحيه هي لازم هي تتعالج، هو محتاج تعب نفسه. هي ما هي طبعا هي صحيه متوتره، يعني هي طول الوقت صحيه ما بتنامش، فمتوتره وعصبيه بتتخانق مع مين؟ مع جوزها. طبعا. فاول ما نامت يعني سوري يعني حلت عنه شويه. طبعا طبعا. فهو قال لي قاعد يدعي لك الاربع ايام بقى اللي بعديهم، الاربع ايام اللي وراهم يعني. قال لي هي نامت من هنا وانا خدت ونزلت خرجت مع اصحابي، يعني فرصه بقى هتنام مش هتضرب حاجه. يعني الناس اللي عندها اضطرابات في النوم حتى لو ما كانوش بيعانوا من السمنه وارد ان ده يتسبب لهم في سمنه. طبعا الشهيه بتتفتح جدا بالليل، دايما بالليل الشهيه بتتفتح قوي وتحس ان انت زهقان مش لاقي حاجه تعملها. ما قدامكش غير التلاجة. احنا احنا في البيت كده، حضرتك تخيل نفسك لما البيت يفضى عليك وكله ينزل او كله نايم فعلا، تقعد بقى بالليل ايه طب اعمل فشار. يعني دايما حتى الشباب دلوقتي يقول لك ايه اخش اعمل فشار بالكراميل بالمعرفش ايه، تحس بالليل الحلويات والشراهه للحلويات بتشتغل بالليل. لو في جاتو او حاجه في الثلاجه يفتحوا ياكلوا، يعني الحلويات بالذات الشراهه ليها بتبقى بالليل. العكس بقى ان انا لو نمت بدري وصحيت بدري معدل الحرق يعلى، لان الحرق بتاعي بالنهار حلو، لكن انا لو صحيت بالليل ونمت بالنهار زي ما حضرتك قلت يبقى انا اخليت بالحرق، الحرق بتاعي بيقف. بالمنطق اللي حضرتك بتتكلمي فيه بقى انا دلوقتي عندي مشكله. بالظبط. لان انا بعد عمر كامل كان اليوم فيه مقلوب، بقيت بنام بدري واصحى بدري عشان طبعا ميعاد البرنامج. ده حلو، ده انت كده حضرتك البرنامج ده ما انا هروح فين؟ ما انا هختفي من وانا قاعد قدام حضرتك اهو بكتر الحرق اللي انا فيه. لا حضرتك انا ما كنتش فاهم كده عشان رياضي وعلشان بتمارس رياضه، فحضرتك محافظ على الشيب ما شاء الله عليك يعني. لكن انا بتكلم بقى في الناس اللي هي طول الليل صاحيه، مشكلتها ايه؟ ان هم بالليل ما بيمارسوش رياضه. طبعا. وبالنهار ايه زي ما حضرتك قلت بيناموا لغايه 8 بالليل. فين الشغل؟ فين الحرق؟ فين الرياضه؟ طب تخيل الشخص ده هيروح شغله يعمل ايه؟
هيخش الصبح يقول لهم وكمان بتقولوا صباح الخير. طبعا مش طايق يعني مناخيره، مش طايق نفسه، ويدخل يتخانق مع كل الناس. دايما تلاقيهم هم دول بيعملوا مشاكل في شغله، ان هو مش ساتسفايد، هو مش مرتاح، جسمه ما خدش راحته في النوم، فيصحى الصبح بقى يفش غله في خلق الله بقى. طب فكره الكومباينيشن اللي حاصل ما بين الاثنين منتجات اللي احنا بنتكلم عليهم، هل ده يعني الى جانب فوائدهم العامه اللي احنا اتكلمنا فيها، هل من شأن الكومباينيشن ده ان هو يخلي فيه مثلا ريلاكسيشن عام عند البني ادم، فكره ان هو مكتفي من الفيتامينز؟ طبعا انا لما اخد الياف تملى معدتي بحس ان انا في حاله شبع طول اليوم، لان انا باخدهم قبل الوجبات بنص ساعه. أوكي. فانا بحس بشبع طول اليوم، فمبقاش متوتره. اكتر حاجه بتنرفز الواحد ايه؟ الجوع. طبعا يعني ممكن حضرتك لو ما فطرتش الصبح تيجي يبقى مخك كله في الايه، في الساندويتش بتاعك هتاخده من عند مين لما تخلص البرنامج. صح كده؟ طبعا. لكن لو حضرتك فطرت الصبح خلاص انت لغيت قصه الجلوكوز من الدم دي، ريحت دماغك منها. يبقى الناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي عندهم لخبطه، فانا لما اديهم ثلاث مرات في اليوم قبل الاكل بنص ساعه انا حميته من الجوع ومليت المعده وحسنت الهضم، فيبتدي ياكل حاجات قليله. طب بيحرم نفسه؟ لا ما بيحرمش، ممكن تاكل اللي انت عايزه بس بكميات قليله. أوكي. راح عزومه حته سمبوسه حته مش عارف ايه، عادي ممكن ياكل اللي هو عاوزه بس بكميات قليله، فما بيبقاش حرم نفسه، وفي نفس الوقت كمان ايه، بيخس. طبعا. دي المعادله الصعبه. طب الفيتامينز بتعمل ايه؟ بتحسسني بالراحه النفسيه. الفيتامينز دي مهمه جدا لكل عمليات الايض في الجسم. فاذا لو انا خدت الفيتامينز بتاعتي اللي انا عاوزها وجسمي محتاجها، يبقى الجسم في حاله هدوء. انما اللي عنده نقص، يعني هدي لحضرتك مثال، اللي عندهم نقص كالسيوم تلاقي رجليهم بتتشنج وتركب على بعض كده، الصوابع تركب على بعض. والايدين، تيجي المريضه تقول لي يا دكتور انا ايدي بتعمل كده، انا صوابعي بتركب على بعض. او في ناس بيجي لها كرامبات بالليل، كرامبات، ما هي دي نوع من الكرامبس اللي انا بوصفها دي. وده يبقى نقص فيتامين معين. نقص فيتامين دي ونقص الكالسيوم بيعمل الموضوع ده. فطبعا انا لما انا كل يوم باخد الكالسيوم بتاعي بالنسبه اللي هي محدده دوليا من الدبليو اتش او في المنتجات، يبقى انا كده اهوت ايه، مطمن. عظيم. في الالب مالتي فيت موجود فيه كل الفيتامينز اللي جسمي محتاجها، فهبقى مرتاحه نفسيا، ابقى مرتاحه عضويا، ما عنديش مشاكل. يعني عارف، مش قاعده بقى اللي هو باكل في نفسي. طبعا. لما الجسم بيبقى مش مرتاح بيبقى الواحد صحيح. عايز يتخانق، عايز، مش طايق نفسه، بيجيله انكزايتي وتوتر. طبعًا. انما لو انا كل حاجه واخده احتياجي عادي، زي البيبي الصغير. صحيح. لو خد الرضعه بتاعته خلاص هيسكت. هو كده مرضي. صح بالظبط كده. حضرتك نورتينا يا دكتور ايمان، بنسعد دايما كل مره تكوني معانا فيها، وان شاء الله نشوفك على خير في حلقات قريبه باذن الله. ميرسي جدا وشكرا، وان شاء الله تكون الحلقه فادت الناس، وبالذات اضطرابات النوم مفيش ناس كتير بتتكلم عليها. صحيح. فان شاء الله، ان شاء الله الناس تستفيد من الحلقه جدا. يا مسهل الحال، بنشكرك على وجودك، وبنشكر حضراتكم على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. ان شاء الله بكره يتجدد اللقاء، يوم جديد وحلقه جديده، و10 الصبح في الاهلي. الى اللقاء.